نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. يلا شباب نبدأ إن شاء الله المحاضرة الستة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هناخد إن شاء الله في المحاضرة الستة وهو الموديول الخاص بالسيستم هاكينج، تمام؟ وهنبدأ نشوف إيه هي الخطوات اللي فيه بعد المراحل بتاعة جمع المعلومات. طبعا السيستم هاكينج مفيش في جمع معلومات، احنا خلاص خلصنا جمع معلومات وعملنا عمليات قبل كده وعملنا لها دوكيومنتيشن وسجلناها عندنا بحيث ان ودي احتراف. موضوع جمع المعلومات يا جماعه ده احتراف، وقلنا كل ما يكون عندك مهاره في جمع المعلومه كل ما بيكون احسن ليك في موضوع واسهل في موضوع الهاكينج او اختراق النظام او الشبكه او الشخص او الحاجه اللي انت عايز تخترقها، خلاص طبقا لكم المعلومات اللي انت هتقدر تجمعه هيبقى سهل بالنسبه لك، عشان عمليه جمع المعلومات دي قلنا بتاخد تايم كبير. وبعدين يجي موضوع سيستم هاكن، هنبدا نشوف الموضوع بيتم ازاي. وطيب بالنسبه للانفورميشن ات هاند بيفور سيستم هاكينج، احنا اتكلمنا في مراحل جمع المعلومات. تاني بنراجع اهوت في ثلاث مراحل كانوا بيتموا عندنا، اللي هي الفوت برينتنج موديول، تمام، فوت برينتنج وريكونسنس، تمام يا شباب. لازم تبقى انت عارف في الفوت برينتنج ايه التولز اللي بتستخدمها، وايه هو جمع وايه هي كميه المعلومات اللي انت اخذتها وكانت عن ايه. تاني حاجه السكاننج موديول، موضوع المسح اللي كنا بنعمله وكان ايه اللي هي التولز اللي استخدمناها فيه وايه هي المعلومات اللي خدناها منه. ثالث حاجه محاضره الانوميريشن، وايه هي المعلومات برضو اللي استفدنا منها في الانوميريشن وايه هي التولز اللي استخدمناها. رابع حاجه خدناها وقلنا اللي هي الهندسه الاجتماعيه، واللي هي عمليه اللي هي السوشيال انجينيرنج، وعرفنا مخاطرها وعرفنا ان هي برضو تعتبر من مرحلة جمع المعلومات لانها بتتم ممكن تتم قبل الهاكينج او اثناء الهاكينج، فعادي ممكن تدرسها بعد المرحلة ديت سيستم هاكينج وممكن قبلها، بس انا بفضل قبلها لما تتطرق بعض المواضيع لبعض المصطلحات فيها وخلاص. وبما ان انا بجمع معلومات فممكن انا اجمع معلومات واعمل عملية الهاكينج على طول من خلال الهندسة الاجتماعية وما احتاجش لاي حاجة تانية، خلاص. فبالتالي باللوجيك كده اللي انا ابدا اجهز لاختراق النظام، تمام. طيب المرحله اللي بتيجي بعد جمع المعلومات يا جماعه قلنا السيستم هاكينج جولز، تمام، السيستم هاكينج، ونتكلم عن الجولز بتاعتها. طيب السيستم هاكينج بيتقسم لكام جزء كده، اللي هو الجيننج اكسس، وبعد كده حاجه اسمها الجيننج اكسس، وبعدين حاجه اسمها السكيليتنج بريفليج، بعدين اكزكيوتنج ابلكيشن، وبعدين هايدنج فايل، وبعدين كفرنج تراك. ايه معنى الكلام ده؟ الجيننج اكسس اللي انا اقدر بقى خلاص اكسس على، بعد ما كنت بجمع معلومات بس خلاص اقدر اكسس على النظام، خلاص يا جماعه. عشان ايه؟ بيقول لي الهدف منها اللي انا كولكت انف انفورميشن تو جين اكسس، وبيقول لي عن طريق الباسورد. طبعا اهم حاجه الباسورد، انا هجين اكسس على النظام ازاي؟ يعني من جين اكسس يعني باسورد على طول. بس حد بيقدر يجين اكسس على حاجه لحاجه من غير باسورد او يوزر نيم وباسورد؟ هو ده الباسورد الجين اكسس. تاني حاجه اسكليتنج البريفليج، اللي هي عمليه بعمل بريفليج يوزر اكونت، بديله صلاحيه اعلى من اللي هو فيها، بديله صلاحيه ادمنستريشن، خلاص يا شباب. يبقى الاسكليتنج بريفليج بدل اليوزر، بانكريز البريفليج صحيح، بدل اليوزر صلاحيه اعلى اللي هي صلاحيه الادمن، لان انا المرحله اللي بعدها باكسكيوت ابلكيشن. هو مين اللي يقدر يكسكيوت ابلكيشن؟ مش اليوزر، الادمن. فلازم البريفليج بتاعت اليوزر
ازيدها شويه او بخليها في نطاق الادمن جروب، فبالتالي هقدر اكسكيوت ابلكيشن. والا لو انا فضلت يوزر يبقى انا سويت ايه؟ يبقى كده كل اليوزر اللي في الشبكه هيخربوا الشبكه، تمام؟ فلازم اعمل الموضوع ده، خلاص. طيب برضه ليه تولز يا جماعه وليه نظام. اكسكيوتنج الابلكيشن كرييت اند مينتين باك دور اكسس، اللي انا بنفذ برامج. خلاص انا جين اكسس وخدت يوزر بقى ليه صلاحيه، هبدا انفذ برامج على النظام نفسه، ازرع بقى تروجن، ازرع باك دور بحيث ان انا مينتين الاكسس، افضل حافظ على الاكسس بتاعي واقدر ان انا ادخل النظام في اي وقت. بعد كده هايدنج الفايل، بهايد الماليشيس فايل ديت، بخفيها بحيث ان الباشا ما يشوفهاش، وابدا ايه ادخل تاني النظام والكلام ده عن طريق روت كيت. كفرنج تراكس اللي هي المرحله الاخيره، اللي هي بهايد بريزنس اوف كومبرومايز، اللي انا ببدا اخفي اثار الهاكينج بتاعي او الاتاك او الانتروجن اللي انا بعمله عليه، بقدر اخفي الحاجات ديت عن طريق اللي انا بكليرنج اللوجز، بقدر افضي اللوجات، اي حاجه بتكشف الاي بي ادرس اللي انا دخلت بيه اسيب اي دليل عن طريق كليرنج اللوجز. طيب ديت اللي هي مرحله السيستم هاكينج. تاني بصوره اوضح عشان الناس تبقى فاهمه الميثودولوجي بتاعت السي اتش هاكينج، عشان الناس تبقى مركزه. وتاني وبنعيد اهوت وبنعيد ألف مرة عشان الناس تبقى فاهمة الدنيا ماشية ازاي. أهم حاجة تبقى أنت بتشتغل على دراسة، تمام، وليس هاوي. دراسة يعني أنت فاهم أنت بتعمل إيه. لو جينا بصينا على الحتة الشمال ديت هنلاقي اللي إحنا عندنا عملية جمع المعلومات أهيت، فوت برنت، سكاننج، انوميريشن. طبعا ما كناش بنعملها عشان نكتبها ونعمل لها دوكيومنتيشن ونرميها، لا، إحنا عملناها وهنبدأ نستخدمها في مرحلة السيستم هاكن. عشان كده بقول لك أي معلومة أنت بتكتبها أو تحصل عليها عن طريق التارجت بتاعك مهمة جدا جدا جدا، وطبعا أثناء الكورس بتعرفون إزاي. طيب بعد مرحلة جمع المعلومات اللي قلنا عليها اللي هي قدامنا ديت، تمام، اللي بتيجي مرحلة السيستم هاكينج برضو قسمها لي، هي الكلام اللي قلنا عليه المرة اللي فاتت، بس هي قسمها لي لثلاث نقاط. الجين اكسس، مينتين اكسس، كلين اللوج. جين اكسس عن طريق اللي انا ايه حاجتين بسويهم، كراكنج الباسورد واسكليتنج البريفاليج. يبقى عشان اجين اكسس على النظام اول حاجه اكراك الباسورد او اسكليتنج البريفاليج، خلاص يبقى انا عارف الباسورد او اكسرها. تاني حاجه اعلي صلاحيه اي اكونت عندي في النظام بحيث ان انا ابدا استخدمه في الجين اكسس. يبقى الجين اكسس مرحلتين، كراكنج الباسورد واسكليتنج البريفاليج، تمام، ودول بنخلصهم اليوم. تاني مرحله مينتيننج الاكسس، اللي انا حافظ على دخولي، ابدا ادخل في اي وقت تاني، خلاص ممكن اعمل تاني هاكنج اكتر من مره، ابدا استخدم اكسكيوتنج ابلكيشن او هايدنج الفايل. ماشي يا جماعه، اعمل ابدا انفذ ابلكيشن وبعدين اهايد الفايل، خلاص، ما انا عايز امنتين الاكسس، مش هقول له ده انا سايب لك حاجه هي عندك، خلي بالك ده انا هدخل في اي وقت انا عايزه، لا، ده انا هبدا اهايد الفايل. في مينتيننج الاكسس عمليتين، اكسكيوتنج الابلكيشن، تاني حاجه هايدنج الفايل. تالت حاجه اللي هي كليرنج اللوج، اللي هي عمليه كفرنج التراك اللي قلنا بنفضي اي اثر ورانا بحيث ان احنا نقدر محدش يكشفنا، يعني عمليه الهاك، تمام. مش بعد ما اعمل عمليه الهاك اروح احط صب الايميل بتاعي والصوره بتاعتي ومش عارف ايه والكلام تمام. طيب فهمنا الميثودولوجي ماشيه ازاي. نبدا بقى الستبس بتاعتنا اللي اتكلمنا فيها هيت، كراكنج الباسورد اللي هي اول حاجه، تمام، ومقسمها لي كذا حاجه هنا، هنبدا ناخدها واحده واحده. كراكنج الباسورد، هنبدا ايه ناخد كراك الباسورد. ايه الباسورد كراكنج؟ الباسورد كراكنج ده يا جماعه
بيقول لي ان هو تكنيك يوز تو ريكفر باسورد فروم كمبيوتر سيستم. اي تكنيك او اي اليه بستخدمها في اللي انا اريكفر الباسورد فروم كمبيوتر سيستم، اطلع الباسورد. حتى انت اصلا ممكن تستخدمها التكنيكس ديت في اللي انت مثلا احيانا بتنسى الباسورد بتاعت الادمن بتاعت الجهاز او اليوزر اللي انت عليه وتنسى الباسورد وبتضطر تنزل ويندوز تاني. التولز دي كويسه، في تولز بتخليك في ثانيه بتصفر كلمه المرور وبتدخل تاني على النظام من غير قلق. تمام. فحتى هي بتفيدك اصلا يعني، حتى التولز دي بتفيدك يعني، مش كهاكر يعني او بتفيدك انت نفسك يعني او في شغلك. الاتاكر يوز باسورد كراكنج تكنيكس تو جين ان اثورايز ذا اكسس تو ذا فالنبل سيستم. طبعا بيستخدمها في اللي هو بيجين اكسس على ان اثورايز. محدش يكتب يا شباب بس عشان انتوا بتشغلوني بس، معلش. الاتاكر بيوز الباسورد تكنيكس تو جين اكسس على ان اثورايزد ايه؟ ان اثورايزد اكسس. خلاص يا جماعه، حاجه غير مسموحه له، حاجه غير مسموحه له. تمام. Most of the password cracking techniques are successful due to weak or easily guessable password. بيقول لي ان اكتر عمليات التكنيك بتاعت كسر الباسورد ده يا جماعه بتعتمد على ضعف وسهوله كلمات المرور. ضعف وسهوله كلمات المرور، تمام؟ اللي هي بتبقى موجوده على السيستم عندك، يعني سببها اصلا ضعف وسهوله كلمات المرور. وهنشوف النهارده كلمات المرور السهله بتتبان ازاي وكلمات المرور الصعبه بتتبان ازاي وازاي بيتم كسرها والكلام ده. تمام. وهتعرف ان انت تنور ما عندكش تكتب كلمه مرور سهله خالص. الباسورد، احنا قلنا الباسورد لها يا جماعه لها آلية في الكتابة عشان الناس اللي مش عارفاها، اسمها الباسورد كومبلكسيتي. تمام. بيقول الباسورد لازم كونتين ليتر اند سبيشال كاركتر اند نمبرز، لازم تحتوي على حروف وارقام و سبيشال كاركتر زي ما انتم شايفين كده. تمام. الباسورد ذات كونتين اونلي نمبر، بتحتوي على ارقام بس، طبعا ضعيفة جدا، اللي هي بتحتوي على ارقام بس دي ضعيفة جدا. الباسورد كونتين اونلي سبيشال كاركتر، برضه سبيشال كاركتر ضعيفة، لان انت هتشوفوا في التكنيكس بتاعت البرامج اللي هي بتقوم بالدور ده بالتكنيكس ده، هتشوفوا فكرة عملها، هتلاقوا ان الموضوع بالنسبة لها سهل. تمام. انت مش هتعمل انت حاجة بايدك. باسورد كونتين ليترز اند نمبر، برضه الباسورد اللي فيها ليتر اند نمبر نفس النظام. باسورد ممكن كونتين ليتر بس، ممكن كونتين ليتر وسبيشال كاركتر، وممكن نمبرز اند سبيشال كاركتر. كل الكلام ده ضعيف فيما عدا بس اول واحده اللي فيها الثلاث انواع دول، سبيشال كاركتر ونمبر وليترز، برضه على فكره ضعيفه، تعتبر ضعيفه بس هي اقواهم. هنعرف ازاي برضه ان هي ضعيفه، لان في شروط لكتابه كلمة المرور دي. طيب نتعرف على الباسورد كراكنج تكنيكس، نعرف التكنيكس بتاعت الباسورد كراكنج ديت، وبعدين نبدأ نشوف الموضوع هيتم ازاي. في عندنا تكنيكس يا جماعة اسمه ديكشنري اتاك، في عندنا تكنيكس اسمه ديكشنري اتاك. الديكشنري اتاك دوت بيقول لي عباره عن ديكشنري فايل is loaded into the cracking application that run against user account. ماشي يا جماعه، عباره عن ديكشنري فايل مكتوب فيه باسوردات. تمام. خلاص يا جماعه، بتتحمل عن طريق ايه؟ كراكنج ابلكيشن. خلاص، انت هتشوف برامج الوقت احنا هنستخدمها فيها الديكشنري ده، فيها الديكشنري ده. تمام. وطبعا بيحتوي على مجموعه من الباسوردات والتوليفات كده، ويبدا ايه هو اللي من خلاله بتبدا تعمل بيه الاتاك. طيب البروت فورس اتاك، في نوع تاني اسمه بروت فورس اتاك. ذا بروجرام تراي افري كومبينيشن اوف كاركتر انتل ذا باسورد از بروكن. هو التكنيكس بتاعه ان هو بيبدا ايه يعمل عمليه توليفه من الكاركتر، من الكاركتر
تمام لحد ما يتم كسر المرور، وبيجرب ويجرب. انت بتديله الداتا اللي عندك، وتبدا ايه هو يجرب على طول لحد ما ايه ما يبدا يعملها بروك. الهايبريد اتاك، والتلاته دول اشهر تلاته، اللي هو الديكشنري والبروت فورس اتاك والهايبريد اتاك. Work like dictionary attack but add some number and symbol to the words from the dictionary and try to crack the password. بيبدأ يستعمل الديكشنري اتاك، بس بيبدأ بيضيف عليه يا جماعة numbers and symbol، خلاص الكلمة نفسها بيضيف لها أرقام وسيمبلز اللي هي الكاركترز دي، تمام. ويبدأ برضه يتراي تراي لحد ما يبدأ يكراك الباسورد، تمام. السايلابل اتاك اللي هو عباره عن كومباينيشن من البروت فورس اتاك والديكشنري اتاك، النوعين الاولانيين كومباينيشن منهم، يعني بيقوم بنفس، عباره عن كومباينيشن بنفس التكنيك ده والتكنيك ده. الرول بيزد اتاك، الرول بيزد اتاك، الاتاك ده يوزد وين ذا اتاكر جيت سام انفورميشن اباوت ذا باسورد. ممكن تستخدم الرول بيزد اتاك دوت كاستم، يعني كاستم انت بتعمله انت كاستم، لو انت عندك اي معلومات عن الباسورد، لو انت عارف مثلا فيها 3 حروف وعايز يبدا يخمن الثلاثه التانيين او الباقي منها، يعني خلاص انت بتعمله انت كاستم خلاص. وبتختار كمان، حتى كمان بتيجي تعمل سيرش بتختار كمان، بتقول له ان كلمه المرور دي عباره عن ايه، حروف وارقام ولا ارقام وكاركتر ولا والكلام ده، ولا انت بتحط له جزء منها، او انت بتعمل السينتاكس بتاعها انت نفسك كمان يعني، تمام. فالتكنيكس ديت طبعا لازم تكونوا عارفينها، هي طبعا البرامج اللي بتعمل كل الكلام ده، تمام. تاني الديكشنري اتاك، الديكشنري اتاك قلنا عبارة عن ديكشنري فايل loaded into the cracking application run against user account، خلاص يا جماعة ماشي، عبارة عن زي ما كاتبين انتوا قاموس ماشي، فايل متسجل فيه خلاص يا جماعة باسوردات، تمام. ويبدأ ايه يبص عليها ويبدأ ايه يعمل كراكنج لل against user account، تمام. البروت فورس اتاك قلنا ان هو بيبدأ يعمل عملية كومباينيشن من الكاركتر لحد ما يبدأ يجرب كاركتر لحد ما يبدأ يكسر كلمة المرور، تمام. الهايبريد قلنا هو نفس الديكشنري بس يبدأ يضيف أرقام نمبرز وسيمبل للكلمة، ويبدأ تراي لحد ما يكرك الباسورد. سايليبل قلنا عبارة عن كومباينيشن ما بين النوعين الأولانيين اللي هو الديكشنري والبروت فورس. الرول بيز ده اللي هو الكاستم، اللي انت لو في عندك مع عرفت معلومات عن كلمة المرور او حروف منها وبتبدأ سيادتك تديها له، ويبدأ هو ايه يجيب الباقي. انواع الباسورد اتاك اللي احنا هنتكلم عنها اللي هي الانواع دي كلها، باسيف اونلاين اتاك، اكتيف اونلاين اتاك، و اوفلاين اتاك، ونون الكترونيك اتاك. دول 4 حاجات، وكل نوع بيندرج من تحته الانواع اللي دي، تمام. هنبدا نتكلم فيها عشان نفهم ايه نظامها. طيب احنا بنقول يا جماعه هنا many reuse password or choose one that simple such as pet's name to help them remember it. من ضمن اسباب الاتاك يا جماعه ان انت بتبدا تستخدم كلمات مرور على اسماء معروفه، يعني مثلا اسماء حيوانات، ممكن تاريخ ميلادك، ممكن حاجه بتحبها، ممكن هوايه من الهوايات، الكلام ده. باسوردات ريوز يعني استخدمتها قبل كده واتعرفت، ترجع تستخدمها تاني بعد فترة معينة. كل دي ممكن الحاجات دي تتعرف من الداتا اللي جمعت عنك في الأول، تبدأ تغذيها للسيستم، أرقام تليفونات فاكسات، كل الكلام ده بيبدأ تديله السيستم نفسه البرنامج، ويبدأ يعمل يطلع كلمة المرور بتاعتك، تمام. بيقول لي because of this human factor، because of this human factor
most password getting is successful if someone information if some information is known about the target information gathering and reconnaissance can help give away information that help a hacker guess a user password. بيقول لي ان الموضوع ده بيبقى سهل ماشي يا جماعه عن التارجت، وخصوصا لما في مرحله جمع المعلومات اللي هي الجاذرنج اند ريكونسنس بتهلب في عمليه ان الهاكر يقيس الباسورد. خلاص بيعرفها منين؟ من موضوع جمع المعلومات والكلام ده، من الداتا اللي انت سايبها على الفيسبوك بتاعتك، من الداتا اللي انت سايبها على التويتر عندك، تمام؟ فاكيد كلمه المرور بتبقى حاجه بتفكرك بالحاجات ديت، يعني مش هتكتب حاجه بعيده عنها. وطبعا وفي كلمات مرور معروفه اللي هي الباسورد وادمن وادمن سيس، وفي حاجات كتير معروفه كل ديت في الديكشنري فايل، تمام؟ خلاص فبتبدا عمليه تخمين الباسورد ده، اصلا دي شغله برضو من الشغلات اللي هي تخمين الباسورد ده، تمام؟ مش كله بيعتمد على البرامج. وانس باسورد is guessed or cracked، لو قدرت خلاص تخمن الباسورد او تكسرها، it can be the launching point of escalating leverage. خلاص يا جماعه، خلاص بدات هدفك الوقت كسر كلمه المرور او تخمينها، هي بقى اللانشنج بوينت، هي نقطه البدء فور escalating privilege، عمليه رفع الصلاحيه، بعدين executing الابلكيشن، نفذ بقى تطبيقات، ازرع اللي انت عايزه، ازرع كي لوجر، ازرع باك دور، ازرع اللي تزرعه، هايدنج الفايلز بتخفي الملفات، استخدم روت كيت اند كفرنج تراك بتكريل اللوج، تمام؟ طيب بيقول لي if getting password fails then password may be cracked manually. بيقول لي لو انت ما قدرتش تخمن كلمة المرور، وانا اخمنها منين يا عم؟ ما قلنا من جمع المعلومات اللي في مرحلة الانفورميشن جاذرنج بتاعت الفوت برنت والريكونسنس. خلاص يا جماعه، والهندسه الاجتماعيه، كل الداتا اللي جمعتها عن عن التارجت بتاعي، كل الداتا اللي جمعتها عن التارجت بتاعي هبدا ان انا استخدمها في ان انا اخمن الباسورد. خلاص يا جماعه، وبيبقى في اليه كده برضو هي تمشي عليها، تمام؟ لو تخمين الباسورد هذا فيل، تمام، زين الباسورد مي بي كراكد مانوالي or with automated tool، تبدأ تلجأ لعملية اللي انت تكسرها manual خلاص يا جماعة، or automated tool زي الديكشنري or brute force method، دي كلها automated tool، عبارة عن برامج هي اللي بتقوم بالدور ده، وهي اللي بتكسر كلمة المرور زي ما احنا هنشوفها اليوم، تمام؟ يبقى انا اقدر اول حاجة بعملها ان انا بقدر اخمن كلمة المرور عن التارجت. يعني انتوا تشوفوا وليد تارجت مثلا بالنسبة لكم، تبدأ تدخل تشوف الفيسبوك بتاعي، تبدأ تجمع المعلومات عندي لو عندي موقع، تشوف البيانات عندي، وتبدأ تعمل عليا سكان، وتبدأ تشوف كل الداتا وتسجلها عندي، وتبدأ عني، وتبدأ تخمن كلمة المرور ممكن يكتبها ايه. خلاص، معرفتش تبدأ توصل لوليد وتشوف له، وتشوف الموضوع ده يتم عليه مانوال ازاي، ممكن يكون فيزيكال، تمام؟ مفيش، بتبدأ ترجع للاوتوميتد تولز اللي هي الديكشنري اور بروت فورس ميثود عن طريق تولز يا جماعه احنا هنستخدمها وهنشوفها اليوم. بيرجعنا تاني لعمليه السترونج باسورد. موضوع السترونج باسورد مهم جدا. السترونج باسورد از ليس سسبكتبل تو اتاك باي هاكر. ايه هي الرولز يا جماعه عشان اكتب باسورد قويه عشان تبقوا عارفينها؟ اول حاجه must not contain any part of the user account name، لا يجب ان تحتوي على جزء من اسم المستخدم عندك. يعني انت لو الاكونت نيم عندك اكسبيرت، خلاص ما تسميش كلمه المرور ما يكونش فيها اكسبيرت مثلا 1 2 3 مثلا زي ما انا عاملها كده. خلاص، لو عندك اسم كلمه المرور مثلا اي اسم عندك مثلا زي احمد بريكه، ما تكتبش الباسورد احمد بريكه مثلا وجنبها كاركتر وبتاع، لا تحتوي على جزء لان سهل التخمين بتاعه. must have a minimum of 8 كاركتر، على الاقل تكون 8 حروف، تمام يا جماعه. must contain character from at least 3 of the following، لازم يكون فيها يا جماعه حاجه اي توليفه من الثلاثه دول كمان. non alphabetic symbol، يكون فيها السيمبلز ديت عشان نصعبها.
نمبر وليتر، ابر كيس ولور كيس. خلاص يا جماعه، حروف كابيتال، حروف سمول، ارقام، حروف نون الفابيتك اللي هي الكاركترز. خلاص، غير كده كمان ان هي لازم اقل حاجه تكون 8 ارقام، 8 كاركتر. خلاص يا جماعه، ديت كلمه المرور بالظبط تشمل كل حاجه على الكيبورد. خلاص يا جماعه، بس ما تنساهاش بقى عشان ايه ما تضيعش نفسك. خلاص طبعا، ما وطبعا ممنوع ان هي تتكتب اسماء اسماء حيوانات او اسماء تواريخ ميلاد او اسماء اولاد او اسماء حاجات زي كده، او اسمك او اسم الزوج، كلام من العبيط ده. خلاص يا جماعة، الاربع انواع من الباسورد اتاك اللي بيتموا على الباسورد يا جماعة، في اربعة: الباسيف اونلاين والاكتيف اونلاين والاوفلاين اتاك والنون الكترونيك. الباسورد الباسيف اتاك بيشمل ثلاث حاجات: عمليه سنيفنج ومان ان ذا ميدل وريبلاي اتاك. طبعا هنتكلم فيهم برضو دلوقتي، عمليه السنيفنج والمان ان ذا ميدل والريبلاي اتاك. الاكتيف اونلاين بتشمل عمليه اوتوميتد الباسورد جيسنج، ماشي يا جماعه، عمليه تخمين الباسورد ويتعمل لها اوتوميشن عن طريق بروجرام تولز. اوفلاين اللي هي عمليه الديكشنري او الهايبريد والبروت فورس اللي قلنا عليهم تكنيكس يا جماعه. خلاص، الاوفلاين اتاك عن طريق الديكشنري والهايبريد والبروت فورس اتاك. تمام. النون الكترونيك اللي هو اللي هي الهندسه الاجتماعيه بقى: شولدر سيرفينج، بورد سنيفينج، سوشيال انجينيرنج اند دمبستر دايفنج. خلاص، هيبدا يتكلم عن النقط ديت واحده واحده وعايزين نفهمها. تمام، قبل ما ندخل على الجزء بتاع العملي بتاع الكراكنج الباسورد، صح؟ نفهم الآلية ازاي وبعد كده نفهم التولز بتشتغل ازاي. تمام يا شباب، الباسيف اونلاين اتاك اللي هو بنقول بيتضمن ثلاث حاجات، اللي الناس اللي فاكره الشاشه اللي فاتت، الباسيف اونلاين اتاك قلنا بيتضمن السنيفنج والمان ان ذا ميدل والريبلاي اتاك. الناس اللي فاكرين اول حاجه اللي هي عمليه السنيفنج، سنيفنج ذا باسورد اون وايرد اور وايرلس نتورك، بتعمل عمليه سنيف. خلاص يا جماعه، السنيف ديت عمليه كبشره، عمليه كبشره للباسورد بقى عن طريق باللاسلكي او بالكيبل او كده، بتسنف بتكبشرها. تمام، عشان تقدر توصل لها، احنا بنقول عليها باسيف اونلاين، عشان كده بنقول عليها باسيف اونلاين. تمام، بيقول ان الباسيف اتاك ده نوت ديتكتبل تو ذا اند يوزر، انت ممكن تعمل عليه سنيف وما يشوفكاش. تمام، او ما يعرفش ان انت بتكابشر ترافيك منه. وبيقول ان الباسورد از كابشر دورنج ذا اوثنتيكيشن، بيقول ان الباسورد از كابشر دورنج الاوثنتيكيشن بروسيس اند كان بي كومبيرد اجينست ديكشنري فايل اور وورد اور وورد ليست. بيبدا يا جماعه بيكابشر، خلاص، اثناء وانت بتعمل اوثنتيكيشن على حاجه، وانت بتدخل على الدومين، بتدخل على الجهاز عندك، بتدخل على برنامج، بتدخل على الميل، على الميل بتاعك، بتدخل على اي حاجه، بتاكسس على اي حاجه، بتدخل على الفيس، بتدخل على تويتر. خلاص، طبعا الباسوردات في بعض الناس بتخلي الباسورد بتاعت الجهاز هي باسورد الايميل، هي باسورد الام اس ان، هي باسورد تويتر، نفس الباسورد عشان ما تلخبطش، وده زي الفل، بيبقى صيدة سهلة. تمام، طيب، فعندنا الحوار هيمشي ازاي؟ بيبدأ بيكابشر during authentication process. خلاص، هو خلاص، او انت لو جربتها بيطلع لك في الكابشرة الباسورد نفسها، اي حاجة بيكتبها بتطلع لك في الترافيك نفسها. تمام، زين كومبيرت، بيبدأ بقى يقارن يا جماعة عن طريق ايه؟ ديكشنري فايل وورد ليست، ديت عبارة فايل او لستة مكتوب فيها ايه؟ توليفه من الباسورد. بيبدا يعمل عليها كومبيرنج، هي دي ولا مش هي دي، يشوف بقى يبدا ايه يعمل عليها كومبيرنج بسرعه، وهنعرف دلوقتي حتى كمان بالكاونتر ميجر بتاعها بيبدا يعمل عليها كومبيرنج. يوزر اكونت باسورد ار كومرلي هاشد اور انكريبتد وين سنت اون ذا نتورك تو بريفنت ان اثورايزد اكسس اند يوز. خلي بالنا بقى، واحد هيقول لي ان الباسورد الاكونت باسورد بتبقى متهشره او متشفره، صح؟ هنعرف دلوقتي ازاي هي بتتهشر وازاي
موجوده فين كمان، باسوردات الجهاز عندك بتبقى موجوده فين، وازاي نأتاك عليها. تمام. تاني، اليوزر اكاونت لازم سيادتك تكون عارف ان اليوزر اكاونت باسورد ار هاشد اور انكريبتد وين سنت اوفر ذا نتورك. خلاص يا جماعه، اي باسورد عندك بتاعت اليوزر اكاونت، بتاعت الايميل مش مشكله، بتاعت الفيس، بتاعت الكلام ده كله مش مشكله، ما هي تتشفر ليه يعني؟ تمام. اذا انا كنت بقى سكيو، ف بتاعت الويندوز الاكونت باسورد والدومين بتتعمل لها يا جماعه هاشنج انكريبتد، خلاص، اوفر ذا نتورك تو بريفنت ان اوثورايزد اكسس اند يوز. خلاص، وهنجيب الوقت، هندخل على السيستم دلوقتي وهنبدا نشوف ازاي بتبقى عم تعمل لها هاشنج وايه هو الهاشنج، بس احنا عايزين نفهم الاول وبعد كده نشتغل، عشان لو ما فهمناش نروح ايه، نروح نلعب بره. If the password is protected by encryption, or hashing, special tool in the hacker toolkit can be used to break the algorithm. طيب، بيقول لي يعني هي لو هي هاشد اور انكريبتد هتبقى في مشكلة؟ لا، في تولز بتعمل لي الكلام ده، مش انا اللي هروح اكسرها بايدي، ولا انا اللي هقعد افك الهاشنج ده. تمام، في تولز موجودة وهي اللي هتعمل لي الكلام ده كله. طيب، المان ان ذا ميدل بيعمل ايه؟ بيعمل برضه سنيفنج على فكره. الريبلاي باك بيعمل ايه؟ سنيفنج. خلاص، يبقى الباسيف النوع اللي هو الباسيف اونلاين اتاك ده كله بيعتمد يا جماعه على عمليه الاستيفن كابشر. نفس الحوار، المان ان ذا ميدل الام اي تي ام، الام اي تي ام المان ان ذا ميدل بيعتمد على ايه برضه؟ نفس الحوار، بيبقى شخص قاعد ما بتوين الفيكتيم والسيرفر، قاعد ما بين الفيكتيم والسيرفر. خلاص، وقاعد بقى ايه، يكابشر الترافيك. خلاص يا جماعه، واير اور وايرلس عادي، ما فيش مشكله، واير اور وايرلس. خلاص يا جماعه، وقاعد بقى ايه، يكابشر الترافيك. خلاص، ذا هاكر انترسبت ذا اوثنتيكيشن ريكويست اند فورورد ات تو ذا سيرفر. بيعمل ايه يا جماعه؟ بينترسبت، بيعترض الاوثنتيكيشن ريكويست، وهو اللي بيقوم رايح بعته للسيرفر، يبقى واقف له في النص، عشان كده بيسموه مان ان ذا ميدل. يبقى ما بين الفيكتيم والسيرفر هو الراجل ده قاعد في النص، حتى بيقولوا عليه الراجل اللي في النص. تاني، هنشوف الصوره بتاعتها الحين. طيب، يبقى ما بين الفيكتيم والسيرفر وهو بيعمل اوثنتيكيشن، هو الهاكر بيعمل ايه، انترسبت، بيعترض الترافيك، بيروح ياخدها يكبشرها ويروح يبعتها للسيرفر. خلاص، هو خد كوبي منها، عمل سنيف عليها. خلاص، يبقى ذا هاكر ايبل تو سنيف بوث كونكشن اند كابشر باسورد. خلاص، خلال العمليه ديت، خلاص، بيبقى خد كوبي منها ويروح بقى ايه، يرميها للسيرفر تاني. طيب، النوع التالت هو الريبلاي باك، الريبلاي اتاك. النوع التالت هو الريبلاي اتاك، بيعمل ايه؟ نفسه برضه عمليه سنيف. الهاكر بينترسبت الباسورد او الترافيك يا جماعه خلال عمليه الاوثنتيكيشن ما بين الفيكتيم والسيرفر، ويبدا يعمل ايه بقى يا جماعه؟ بيكابشر الترافيك، بس ما بيروحش يبعتها للسيرفر. خلاص، مش بيروح يبعتها للسيرفر، هو بياخدها، وبعدين يا جماعه هو بياخدها وبيعمل لها ايه؟ ريسند، بيعمل ريسند الاوثنتيكيشن باكيت فور ليتر اوثنتيكيشن. بياخدها، خلاص يا جماعه، خلاص، وبيخليها عنده، وبعد كده يبدا ايه؟ يستخدمها بعدين. مش زي المان ان ذا ميدل بيروح يفرودها للسيرفر. خلاص، عمليه الكبشره والاتاك بتتم في نفس الوقت. يبقى الكبشره في المان ان ذا ميدل بتتم في نفس الوقت، الريبلاي باك برضو باك ايه، الريبلاي اتاك، الريبلاي اتاك بيعمل ايه برضو؟ بينترسبت الترافيك، خلاص، وفي اثناء الاوثنتيكيشن، وبياخد صوره منها. خلاص، هي بتعدي، خلاص، هي بتعدي بقى، خلاص، بتروح للسيرفر، بس بياخد منها صوره وبيعمل الاتاك بعدين، او بيستخدمها بعدين، ريوز يعني، ريوز او ماشي يا جماعه، اهي بيعمل لها عمليه ريوز ليتر يعني، خلاص، مش في نفس الوقت، بيبدا يستخدمها بعدين. تمام، اما المان ان ذا ميدل بيبقى ايه، ات وانس. خلاص، ده كان بالنسبه للباسيف اونلاين اتاك. بالنسبة للباسيف اونلاين اتاك، الاكتيف اونلاين اتاك النوع الثاني،
اللي قلنا هو بيعتمد على عملية تخمين الباسورد واوتوميتد الباسورد، ماشي يا جماعة، عن طريق بروجرام يعني. التاني النوع الاولاني الباسيف اونلاين اتاك، باسيف اونلاين اتاك بيعتمد على عملية السنيفنج، التاني عملية المان ان ذا ميدل، عملية الريبلاي اتاك، خلاص. وعرفنا كل واحد بيتم ازاي، خلاص، عملية السنيفنج يعني من الاخر، تمام. طيب بتتكشر ببرامج، برامج هنشوفها برضو، تمام، في موضوع السنيفنج، في اصلا محاضرة عن السنيفنج الواحدة. طيب الاكتيف اونلاين اتاك بيقول لي the easiest way to gain administrator level access to the system to guess simple password assuming the administrator is a simple. بيفرض ان الادمنستريتور الاهبل ده مستخدم باسورد سهله، يبقى الادمنستريتور لو استخدم سيمبل باسورد، تمام، وما يعرفش ايه هي الرولز بتاعه الباسورد الكومبلكس، في ناس طبعا ما تعرفش الكلام ده، خلاص يا شباب، لو سهله هتبقى سهله تخمينها جدا، ممكن يكون اهبل عاملها ادمن 1 2 3، عاملها ادمن سيستم، عاملها ادمنستريتور زي ما هي، عاملها ادمن اي كابيتال، وعاملها حرف الاي واحد، وعامل فيها انومالايز، انومالايزيشن يعني مغيره شويه، عامل الباسورد شيفت بي شيفت ات اس اس دبليو 0 ار دي، مغير الحروف بتاعتها، كل الكلام ده بيبقى سهل ايه تخمينه يا جماعه، تمام. يبقى اول حاجه بيتم عمليه الباسورد جسم، اللي هي عمليه تخمين الباسورد، تمام، بتعتمد على المعلومات اللي انت جبتها. ما انا هخمنها ازاي، هجيبها منين يعني، من اقعد اخمن بقى يا ترى واكتبها ايه؟ لا، في باسوردات شهيره، وفي من المعلومات اللي انت جمعتها ممكن يبقى كاتب اي حاجه، خلاص، من الداتا اللي انت كتبت. النوع التاني اوتوماتيد بروجرام كان كويكلي جنريت ديكشنري فايل وورد ليست اور اني بوسيبل كومبينيشن اوف ليتر نمبرز اند سبيشال كاركتر اند ذين اتمت تو لوجن اون يوزنج ذيس كريدنشال. برضه يا جماعه في ايه، في اوتوماتيد بروجرام، برامج بتبدا تعمل على طول، بتعمل جنريت لديكشنري فايلز، بتديها زي الديكشنري جنريتور، برنامج تول اسمها ديكشنري جنريتور، دخلها بقى داتا، دخلها وليد ابو جودي تاريخ الميلاد 1/1/2012، مش عارف شركة ايه، موجود فين، كلام، اقعد بقى دخله بقى بيانات، بيانات بقى خدها من السوشيال نتورك، خدها من هنا ومن هنا، تمام، وابدأ غزله الداتا دي كلها، وفاكسات وتليفونات، وحط له كل الكلام ده كله، هيبدأ يعمل لك جنريت ديكشنري فايل، هيعمل لك ديكشنري فايل، هيعمل لك وورد ليست، خلاص يا جماعة، وتبدأ تستخدمها في اللي انت تحصل على او تعمل كراكنج الباسورد، خلاص، ده اللي بيسموه اكتيف اونلاين اتاك، خلاص. والحتة دي شوية بتعتمد على الجزء بتاع جمع المعلومات اللي اتكلمنا عليه، تمام. الجزء الاولاني كان بيعتمد على الكبشره، وعن طريق برامج السنيفنج نفسها، اللي هي بتبدا بتكبشر الترافيك، وبتبدا يبقى فيها موجود فيها الباسوردات والكلام ده، وتبدا ايه تعمل اناليسز للترافيك دي نفسها، وتطلع منها كلمات المرور، تمام، حتى لو كانت فيها هاشنج ولا حاجه، الهاشنج ده اصلا موضوع سهل جدا، تمام. بيقول لي most system prevent this type of attack by setting maximum number of login attempts on the system before the account is locked. واحد هيقول لي طب ما انا عندي في السيستم بعمل الماكسيمم نمبر اوف لوجن اتمبس 3. جميل، طيب زي الفل. واحد بيجي ياتاك على السيستم عندي، انا عامل عدد المحاولات الفاشله للدخول 3. طبعا ده نظام يا جماعه اللي مش عارفه، عباره عن انت ما بتكون في شبكه دومين، وعندك انت عندك يوزرز، اليوزرز ده لو حد او هو ناسى كلمه المرور ودخلها اكتر من 3 مرات، انت اللي عامل البوليسي دي على فكره، جروب بوليسي، تمام، السكيورتي، يبدا يدخلها 3 مرات غلط، النظام بيلوك. فهو بيقول لي كده موست سيستم بيتم بريفنت ذس باي اللي انت بتقتم بلوجن بتعمل ماكسيمم نمبر اوف لوجن اتمبتس. طيب زي الفل، اوكي، وهنروح نبص على الايفنت فيور، وهنبدا نشوف مين اللي كان بي ومن اللي كان بيعمل التمب، ومن اي يوزر والكلام ده، او من اي اكاونت والكلام ده، خلاص، لو انت راجل بتفهم يعني. طيب المثال ده انا بره قلنا ايه نشوفه، بيقول لي تو كرييت ا سيمبل اوتوماتيد باسورد جيسنج سكريبت. الناس اللي بتعمل سكريبتات، الناس اللي هي بروجرامر بيعملوا سكريبتات والكلام ده،
ممكن يعمل حاجه زي كده. انا كنت ممكن اشيل القصه ديت يعني، مش ملهاش لازمه، بس برضو الناس اللي عايزه تشوف، انت ممكن نفسك تعمل سكريبت خلاص، مش لازم يبقى، مش لازم يبقى جاي لك جاهز، انت ممكن تعمل الكلام ده. بيقول لك اهو كرييت سمبل يوزر نيم باسورد فايل يوزنج نوت باد، اوتوميت التولز ساتش از ديكشنري جنريتور ار افيلبل تو كرييت وورد ليست. بتستخدم تول زي ديكشنري جنريتور، خلاص يا عمي، تحفظ الكلام ده في ملف اسمه كارديشن دوت تكست، تبدا تعمل فور لوب اهيت، فور لوب تمام، والفور دي طبعا ان كريدنشال دوت الملف التكست اللي انت عامله المجال بتاعها. بعد كده بتبدا تستخدم الامر اللي احنا قلنا عليه، المحاضره بتاعه الانيوميريشن، نيت يوز والتارجت اي بي اللي عندك، وبتبدا تدخل على اي بي سي الهيدن شير اهوت، وبيبدا هنا يعوض بال بيبدا يعوض بال بالقيم من فوق هنا خلاص في الامر ده خلاص يا شباب. واول ما يعمل سكسس خلاص، انت عملت نيت يوز ودخلت على الهيدن شير كده، شكرا خلاص الدنيا ايه زي الفل تمام. ده مثال السكريبت يعني، الناس اللي انا ما اعتقدش يعني ان هو مهم خلاص، لان التولز الوقت وكل حاجه موجوده يعني سهله، ودي الناس اللي هي ايه شويه بيعرفوا بروجرام. ديفندنج اجنست باسورد جيسنج، ازاي احمي نفسي من الاجنست باسورد جيسنج، من تخمين الباسورد والكلام ده، اللي انا طبعا اخليها كومبلكس، اللي انا استعمل سمارت كاردز، سمارت كارد اند بايومتريكس. خلاص يا شباب، يبقى انا في الحاله ديت ابدا استخدم، بيقول لي نظام السمارت كارد، البطاقات الذكيه في عمليه الاوثنتيكيشن، والبايومتريك. ايه البايومتريك ديت؟ البايومتريك عباره عن فيزيكال كاركترستيك زي الفينجر برينت عن طريق البصمه او الهاند جيومتري سكان، او بصمه الصباع او بصمه الايد، او الريتينال سكان اللي هي شبكيه العين، بصمه العين يعني، كريدنشال تو فاليديتي اليوزر. انا بستخدم عمليه سمارت كارد. خلاص يا جماعه، خلاص بقى، مع سمارت كارد يعني زي الاي تي ام كده، او الحاجات دي برضو لما بتيجي تروح تسحب فلوس من البنك والكلام ده، يعني لو حد هيسحب مكانك يبقى هو اخذ البطاقه منك خلاص، محدش هيخمن بقى البطاقه، لازم ياخد البطاقه كفيزيكال، حاجه فيزيكال. وحاجه كمان اللي هي البايومتريك، بايومتريك تعني يا جماعه حاجه في الجسم، يعني حاجه بيولوجيه يعني في الجسم، زي بصمه الصباع طبعا معروف ان هي لا تتكرر، او بصمه الايد نفسها، او الايد نفسها في بعض اجهزه البصمه بتاخد الجيومتري بتاع الهند نفسها، اكيد طبعا شفتوها. وفي ناس بتاخد الريتينا، بصمه العين تمام. طيب ده عشان ابدا اجنست الباسورد جسم تمام. في بعض الناس بتستخدم ايه بقى يا شباب، عمليه مثلا السمارت كارد وباسورد، مثلا على سبيل المثال بيستخدم الباسورد كارد الباسورد كارد ايه، السمارت كارد والباسورد خلاص، الكارت ويدخل كلمه الباسورد الاثنين مع بعض تمام. في بعض الانظمه كده في عمليه الاوثنتيكيشن نفسها لازم تستخدم كلمه مرور وكمان الكارد، حتى لو خمن كلمه المرور لازم الكارد معاه. فديت عمليه شويه ايه حمايه ضد دي، طبعا بتستخدمها الشركات الكبيره تمام. الاوفلاين اتاك، الاوفلاين اتاك باين من اسمه ان هو اوفلاين، باين اللي هو اوفلاين. اوفلاين يعني ايه؟ بيقول لي يوجوالي ريكوير فيزيكال اكسس تو ذا كمبيوتر اند كومينج باسورد فايل فروم ذا سيستم. بيقول لي ان هو عباره اللي انت لازم تعمل بقى الكلام اللي انت كنت بتقوله من شويه، ان هو بيحتاج فيزيكال اكسس، فيزيكال اكسس للكمبيوتر نفسه. خلاص الكمبيوتر يبقى في ايدك، وصلت له باي طريقه بقى، عملت بقى فيها بواب، عملت فيها تكنيشن، عملت فيها اي شيء، اشتغلت اي شيء، عملت اي حاجه، دخلت في اي مكان، عملت اي حاجه، دخلت اي مكتب. على فكره سهل جدا الموضوع ده يعني، تمام يا شباب. يعني عمليه بتحتاج فيزيكال اكسس بقى للكمبيوتر، ليه بقى؟ لانك بتكبير الباسورد فايل نفسه، الله، انا كبيره، بيتكبير من السيستم وتنقله بقى على فلاشة، ريفومال ميديا فلاش او هارد يو اس بي او اي شيء زي كده،
وبعد كده تروح بقى ايه تتعامل معاه بقى، تبدا تعمل الكراكنج لوحدك بقى، تروح كده تعمل لك كوبايه شاي حلوه، تبدا ايه تشوف الداتا اللي انت جبتها. اه ما هو احنا بنتكلم على ملف السام، احنا بنتكلم على ملف السام تمام، والشادو اللي في اللينكس، السام في الويندوز والشادو في اللينكس تمام. طيب ال في حته الكلام ده بيقول لي ان اوف لاين، ان انا لازم ريكوير فيزيكال اكسس للكمبيوتر، وان انا ابدا اكوبي الباسورد وابدا اخدها على ريموبل ميديا، وبعدين ابدا اعمل لها كراكنج على جهاز تاني عندي يعني. طيب بيقول لي ايه هي العمليات اللي هتتم، العمليات اللي هتتم دلوقتي في الاوفلاين اتاك. عندي الديكشنري اتاك وال الديكشنري اتاك وال البروت فورس اتاك والهايبريد اتاك، الثلاث انواع دول اللي اتكلمنا عليهم، وهناخدهم برضو وهنشوف ازاي بيتموا في الاكزامبل معانا. بيقول ان الديكشنري اتاك سمبلست اند كويست تايب اوف اتاك، بيقول ان هو اسهل واسرع حاجه في الاتاك اللي هو الديكشنري اتاك ده. It used to identify a password that is an actual word which can be found in a dictionary. خلاص يا جماعه، بيقول لي ان هو بيستخدم بيحدد كلمه مرور خلاص لكلمه موجوده في الديكشنري فايل ده. بيقول لي الديكشنري اتاك ورك اونلي اف ذا باسورد از ان اكشوال وورد، يعني لو هو لو انت لقيت الكلمه المرور موجوده في الديكشنري وورد خلاص او نفسها خلاص هو بيبدا ايه يشتغل معاك ده خلاص. It can't be used against strong password containing number or symbols. بيقول لي ان الديكشنري اتاك يا جماعه لو انت عندك الباسورد سترونج، شوف بقى لو الباسورد سترونج مش هينفع معاك الموضوع ده، مش هينفع. يبقى الديكشنري اتاك مش هينفع معاك لو انت هتستخدم سترونج باسورد فيها نمبرز وسيمبلز وفيها الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه كله تمام. الهايبريد اتاك بيقول لي ذا نيكست ليفل اوف اتاك ا هاكر اتمب اف ذا باسورد كانت فاوند يوزنج ديكشنري اتاك. بيبدا يعمل ايه بقى؟ بيقول لي الهايبريد ده لو الديكشنري اتاك ما ينفعش هبدا استخدم الهايبريد. الهايبريد ده قلنا بيعمل ايه؟ بيبدا مع الديكشنري فايل ويبدا يعوض، يعمل سبستيتيوت لنمبرز وسيمبل في كلمه المرور خلاص. يبقى مثلا كلمه المرور في الديكشنري فايل اسمها باسورد، يبدا يعمل ايه؟ يعمل عمليه سبستيتيوت، عمليه سبستيتيوت تعويض عن طريق ارقام وسيمبلز وكاركتر يعني في الكلمه نفسها لحد ما يبدا يجيبها يعني خلاص. هنشوف برضو الكلام ده. بيقول لي ان الهايبريد اتاك ديزايند تو فايند تايبس اوف انوموليز انوموليز ان باسورد، يعني بيبقى سهل قوي ان هو يعرف حته يا جماعه ان الكلمات المحرفه زي كلمه باسورد لو انت عاملها باسورد محرفه شيفت بي شيفت ات اس اس دبليو زيرو ار دي بيبدا يعرفها. لو انت كاتب ادمنستريتور اي دي ام مثلا يعملها واحد وان واحد اس تي والاو يو زيرو محرفه يعني مخليها شاذه يعني انوملس بيعرفها. لو انت مثلا يعني اي كلمات من اللي هي المعروفه دي عامل بدل الاي واحد والاو زيرو وكده الكلام ده بيبدا والاي ات بيبدا يعرفها على طول، سهل بالنسبه له موضوع الهايبريد اتاك ده لانه بيعتمد على عمليه بيبص في الديكشنري فايل ويبدا يعمل سبستيتيوت بالحاجات ديت فهيجيبها اكيد هيجيبها يعني. البروت فورس اتاك، البروت فورس اتاك بيقول لي موست تايم كونسبشن اتاك، ده بقى اكبر حاجه بتاخد وقت بس بيفلح معاك، ده اللي بيجيب بقى. بيقول لك موست تايم كونسبشن تايب اوف اتاك ويتش تراي افري بوسيبل كومباينيشن، بيبدا يعمل ايه محاولات من كومباينيشن من الابر كيس واللور كيس ليترز نمبر سيمبل من كل حاجه تمام. عشان هو بيفلح وهو بياخد وقت كتير بيكون طبعا بطيء، هو ابطأ الثلاث انواع اللي فاتوا دول تمام. بس بالرغم من كده ان هو بيبدأ بيبدأ يحقق الهدف بتاعه، بيبدأ يعرف كلمة المرور، بيجيب كلمة المرور يعني. ممكن ياخد
تمام. يبقى البروت فورس، يبقى البروت فورس اتاك يا شباب هو بيقول ان هو بياخد وقت طويل بس بيبدا يكون هو فيه يعني كلمة الهروب بيبدا يحقق. طيب تاني اللي ما فهمش الكلام اللي فات اهوت، احنا جايبين اهوت ثلاث انواع بتوع الاوفلاين اتاك عشان الناس ما توشي مننا. لو عملت فلاش باك وذاكرتك قوية هنقول اللي احنا الاكتيف اونلاين اتاك، الباسيف اونلاين اتاك اللي هو بيعتمد على عملية السنيفنج، باسيف ما حدش بيشوفك انت، نوت ديتكتد باي يوزر. يا شباب تاني الباسيف اونلاين اتاك اللي بيعتمد على السنيفنج والمان ان ذا ميدل رول بلاي اتاك. النوع التاني اللي هو اكتيف اونلاين اتاك اللي بيعتمد على عملية تخمين كلمة المرور وعملية استخدام اوتوماتيد بروجرام في عملية ايجاد كلمات المرور عن طريق اللي انا بستخدم ديكشنري جنريتور وبغذيه بيانات من اللي انا جمعتها في مرحلة جمع المعلومات وبيبدأ يطلعها لي. هي عملية كلها تخمين بتعتمد على الهيومن يعني وعلى جمع المعلومات اللي انت عملتها. النوع الثالث وهو الاوفلاين اتاك، الاوفلاين اتاك وهو عباره عن ثلاث انواع، قلنا الناس تركز معايا، الديكشنري اتاك، الهايبريد اتاك، البروت فورس اتاك. ثاني هو الديكشنري اتيم تو يوز باسورد فروم ليست اوف ديكشنري وورد، بيبدا يا جماعه بيحاول يستخدم كلمات موجوده، بيقارن كلمه بكلمه وبيشوف هي ولا لا من داخل الديكشنري وورد، زي كلمه ادمنستريتور مثلا تمام مكتوبه في الديكشنري عنده بيشوفها موجوده بيطلعها لك. الهايبريد سبستيتيوت نمبر اوف سيمبل اند سيمبل فور باسورد كاركتر، زي كده يا جماعه شايفين بيعمل ايه؟ ادمنستريتور، شايفين الاي والاي خلاها واحد وواحد وممكن الاوديت تكون زيرو كمان. ده بقى الهايبريد مخصوص عشان الحته ديت، الناس اللي بتحرف في كلمات المرور بارقام والكلام ده زي الاي مخلاها واحد واحد، اللي هي الانيمولاس باسورد بيحتاج الهايبريد اتاك. خلي بالك البروت فورس اتاك تراي اور بوسيبل كومباينيشن بقى بيعمل كل حاجه ما بين الليترز والنمبر والسبيشال كاركتر زي ما انتم شايفين كده، عشان كده بياخد تايم كونسامشن في الموضوع ده، بيطول وبس بيقول لك بيجيب كلمه المرور. ليه بقى؟ لانه هو بيعمل عمليه كومباينيشن وتراي اند ايرور يعني لحد ما ممكن يقعد فتره طويله تمام. وهو الأبطأ slowest one. طيب وقلنا اتكلمنا في حتة يا جماعة ان الاوفلاين اتاك اللي هو بيحتاج فيزيكال اكسس الاوفلاين اتاك بيحتاج فيزيكال اكسس للكمبيوتر، اللي انا ببدأ اكوبي الباسورد على فلاش او هارد يو اس بي وببدأ اتعامل معاها على اي جهاز تاني عندي وابدأ اظبط الامور بسرعة. برضو كده بيقول لي المانوال كراكنج باسورد، بيقول لي لو انت هتستخدم عملية مانوال باسورد كراكنج الباسورد يعني بيقول لي فايند فاليد يوزر اكونت زي ادمنستريتور اور جيست، يعني بتحدد مثلا يوزر موجود على الجهاز زي الادمن او الجيست، كرييت ليست اوف بوسيبل باسورد، ابدأ تقول ممكن يكون مستخدم ادمن، ادمنسز، ادمنستريتور، اي حاجة بتبدأ تستخدمها وتبدأ تشوف تعمل لستة يعني وبتبدأ تحدد الأولويات بتاعتها، هي ترانك من هاي تو بريوريتي، يعني بتبدأ تعمل إيه؟ تدي لها ده ممكن تكون كده، ده ممكن تكون كده، بريوريتي بقى يعني من الأعلى للأقل، تبدأ تدي لها أولوية. كي إن إيتش باسورد، كي بتبدأ إيه؟ تجرب كل واحدة وبتبدأ لحد ما تبدأ تجد الكلمة اللي أنت عايزها. بص بقول لك طريقة التفكير كده يعني اللي انت تعمل بيها المانوال كراكنج ده. بيقول لي برضو الهاكر ممكن يعمل سكريبت زي ما اتكلمنا في الموضوع ده، بيعمل سكريبت عشان يساعده في الحوار ده كله بدل ما يقعد يجرب الكلام ده هو ينفذه الحوار ده، الناس اللي هي البروجرام. ممكن
موست سيستم هاش. دي بقى الحته يا جماعه بتاعت السام بقى اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، دي بتاعت السام. موست سيستم هاش بيقول لي وان واي انكريبت، موست سيستم هاش وان واي انكريبت باسورد فور ستورج ان سيستم. الانظمه نفسها بتعمل هاشنج للكلمات المروره يا جماعه عن طريق حاجه اسمها الوان واي انكريبت، تبدا تشفرها او بتعمل لها هاشنج تمام اثناء عمليه اللوجن بروسيس. اثناء واحد بيعمل لوجن لاي نظام بيبدا تتهاش كلمه المرور دي خلاص عن طريق الجوريزم معين تمام او تكنيكس معينه برضه بنتكلم فيها. طيب بيقول ان الهاكر كان تم to gain access to the hashing algorithm stored in the server instead of trying to guess or otherwise identify the password. بيقول لي لو الهاكر successful they can decrypt the password stored in the server. بيقول لي لو قدر ينجح في اللي هو يجين اكسس على الكلام ده يبدا يعمل ديكريبت للباسورد يفك تشفيرها. طيب فين بقى الباسورد متخزنه؟ الباسورد متخزنه in security account manager حاجه اسمها السام فايل تمام. الباسورد متخزنه في حاجه اسمها السام فايل في الويندوز سيستم او في الشادو فايل. الباسورد شادو فايل في اللينكس خلاص. باسوردات السيستم، باسوردات السيستم متخزنه في السام فايل في الويندوز وفي اللينكس في الباسورد شادو فايل تمام. بيبقى فيها اللي هي اليوزر اكاونت تمام. هوريكم دلوقتي برضو الجزئيه بتاعت السام ديت عشان دي هنشتغل عليها تمام. انا اشوف بس الحتة بتاعت السم دي موجودة فين. موجودة اهي بعدين. طيب اللي عايزين الناس تفهم بس حتة برضو الهاش لانها برضو مهمة. الهاشنج بيتم ازاي تمام. الاندرستاندنج لان مانجر هاش. الهاش يا جماعة بيتم ازاي بقى موضوع الهاش ده خلاص. الويندوز 2000 يوز ان تي لان مانجر حاجه اسمها ال ان تي ال ام هاشنج. الويندوز 2000 بيستخدم حاجه اسمها ان تي ال ام هاشنج 2000 و2003 والكلام ده كل الكلام ده بتستخدم موضوع ال ان تي ام هاشنج تمام. تو سكيور باسورد ان ترانزيت اون ذا نتورك عشان يسكيور الباسورد تمام بيستخدم موضوع ال ان تي ام ده تمام. هنشوف الوقت التكنيكس برضو بتتقسم ازاي خلاص. اللي هو ال ال ام وال ان تي ال ام وال ان تي ام فيرجن 2 الكيربروس تمام. اللي هي التكنيكس الموجوده في عمليه الهاشنج دي خلاص عشان نسكيور الباسورد خلاص بيستخدم تكنيك اسمه ال ان تي ال ام هاشنج. طيب ديبندنج اون ذا باسورد ال ان تي ام هاشنج كان بي ويك اند ايزي تو بريك. بيعتمد طبعا على الباسورد يعني هو الهاشنج بيشفرها برضو اعتمادا على الباسورد نفسها. يعني لو ضعيفة برضو نفس القصة يعني بيبقى ممكن يبقى برضو weak و easy to break. اعطيني مثال شايف هنا بيقول ايه. Let us say that the password is الباسورد كده يا شباب 1 2 3 5 6 و ABCDEF. بيتم ازاي الموضوع ده؟ لو هيحصل لها encryption عن طريق ان ال ATM algorithm. لو هيحصل لها encryption عن طريق الالجوريثم ده this first converted to بتحصل ازاي؟ شوف كده لو انت كاتب الباسورد من 1 ل 6 ومن ال اف ايه اللي بيحصل؟ بتبقى كلها كابيتال. لو هتستخدم ال تي ام هاشنج ده الجوريثم بتبقى كلها كابيتال. اول حاجه بيحولها كلها لكابيتال ماشي. وبعد كده بيروح يحط لها بلانك مسافه كده فاضيه تمام؟ بلانك مسافه فاضيه يعني نل بيعمل لها اديت نل تمام. وبعد كده قبل ما يعمل لها انكريبشن ال 14 حرف دول بيقسمهم حتتين ماشي. زي ما ياخد كده 1 2 6 7 لحد الايه ويبدا الباقي الجزء الباقي يخليه على جنب خلاص. 14 كاركتر الناس هتتذكر 14 كاركتر. يبقى بيفور ذا باسورد از انكريبتد ال 14 كاركتر بيعملهم ايه بيقسمهم حتتين. يبقى اول حاجه كلمه المرور اهيت بيخليها كلها كابيتال بيزود لها بلانك فاضي وبعد كده يقسمها حتتين 7 و7 الباقي يعني حتى لو مش كان 7 يعني اهوت جزئين. اتش سترينج از individually encrypted and the result are concatenated
كونكاتينيتد. كونكاتينيتد ديت يعني بيجمعها يعني مع بعضها يعني. هذا الجزء الاولاني من 1 لـ6 وايه ده الانكريبشن بتاعه. البي سي اي اف بلانك الانكريبشن بتاعه. بعد كده هش يطلع يا جماعه ده كونكاتينيتد مع ده، خلاص بعمل له كونكاتينيشن مع ده بيجمعه، هو ده الهاش. يبقى كلمه المرور بتاعتك اللي هي من 1 لـ6 واي بي سي دي اف تطلع في النهايه بالمنظر ده، تمام؟ ده ال ان تي الجوريزم. طبعا لازم تبقى انت برضو ايه يعني عندك خلفيه عن الكلام ده. بيعمل ايه ال ان تي الجوريزم ده؟ قلنا ان هو اول حاجه بيخلي الحروف كابيتال، بعد كده بيحط لها عمليه خانه فاضيه في الاخر، بعد كده بيقسمها حتتين 7 و7. خلي بالنا بيتعامل مع 14 كاركتر بس، 14 كاركتر بس، يعني اكتر كده من اكتر من كده 15 مش بيعرف، 14 كاركتر بس، تمام؟ طيب بعدين بيقوم مقسمها حتتين زي ما انتوا شفت كده، من 1 اهو 6 والحرف الاي 7، تمام؟ وبعدين الجزء ده اهوت، وبعدين الجزء التاني، تمام؟ من 1 لـ6 بيخليها كده، وديت بيخليها كده. لا هو لا ما بيستخدمش هيكساديسيمال. هو لحظة ما بيستخدمش هيكساديسيمال. هو ده هيكساديسيمال، هي الواحد بتساوي 6 هيكساديسيمال، والاثنين بي هيكساديسيمال، والتلاتة اف والكلام ده، او الواحد 6 بي والاثنين اف 1. لا دي مش ارقام هيكساديسيمال، ده نظام يا جماعة ميكانيزم. لا مش هيكساديسيمال، دي ميكانيزم نظام في التشفير، مثلا دي اي اس او ام دي 4 او ام دي 5 او الكلام ده، تمام؟ حسب الآلية بتاعة التشفير نفسها، خلاص. يبقى لو هو بيستخدم، لو لا مش عشوائي ولا برمجة، لا مش عشوائي، حسب الآلية برضه هنتكلم فيها برضه عشان تبقى انت فاهم. يا نهار ابيض، حسب الآلية اللي احنا بنقول عليها. في آلية بعد كده للانكريبشن احنا لسه ما اتكلمناش فيها، ده مش ارقام اكسس. بيبدأ يستخدم فيه في 3 انواع تبع السيستم عندك. قلنا في ال ام هاشنج، ان ال تي ام، وان ال تي ام فيرجن 2، تمام؟ خلاص تبع الآلية. التشفير بيتم عن طريق دي اي اس ولا ام دي 4 ولا ام دي 5 ولا ايه بالظبط، ويبدا بيطلع بالنظام دي مش ارقام هيكساديسيمال، تمام؟ الناس اللي عارفه الارقام الهيكساديسيمال مش تحويلها خالص يعني، تمام يا شباب؟ انا بعرفكم بس عمليه الهانشنج بتتم ازاي، تمام؟ الموضوع لازم يعني الناس اللي داخله معانا سكيورتي لازم تفهم الكلام ده. الناس اللي داخله هاكينج ممكن تريح دماغها وتمشي، تمام؟ الناس اللي داخله سكيورتي الكلام ده جميل قوي، وهتفهم منه السكيورتي، وهتفهم الدنيا ازاي ماشيه ازاي. الناس اللي داخله هاكينج على عندها التولز على طول، ممكن تشغلها وتظبط لها الامور، خلاص. خلاص هتحل لها الدنيا خلاص من غير ما وجع الدماغ ده وهش وبتاع، وهو يبقى عامل زي الحمار مش فاهم حاجه وهو شغال. اما هنا انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، تمام؟ ده كان كده جزئية عن الهاشنج. بيقول لك يا جماعة السام فايل فين؟ السام فايل بقى خلينا نشوف السام فايل وازاي هو معمول له هاشنج. بيقول لي فين؟ موجود في السيستم ويندوز 32 كونف دايركتري. خلي بالنا اهو الباص بتاعه اهو، الناس تفتح عندها وانا هفتح عندي. ويندوز سيستم 32 كونفيج دايركتري، تمام؟ موجود في المسار ده، انا هوري لكم الحين بس لحظه. ذا فايل از لوكيد، ذا فايل از لوكيد وين ذا اوبريتنج سيستم از رانينج. يبقى والسيستم شغال الفايل ده ماله؟ السام مقفول عشان ما حدش يعمل لي فيها عبد العبيط ويروح يحط فلاشه وياخد نسخه منه ومش عارف يسوي. يبقى خلاص مش هتقدر تاخد كوبي منه والسيستم شغال، ريح نفسك. يبقى الفايل بيبقى لوكيد، تمام يا شباب؟ والسيستم اونلاين لازم تاخده، والسيستم اوف لاين، تمام؟ طيب في برامج طبعا بتتعامل معاها يعني بتتعامل مع الكلام ده كله، هنشوفها الوقت، تمام؟ so that a hacker can attempt to copy file when the machine is booted to Windows. طيب
one option for copying the same file is to boot to alternate operating system. بيقول لك يعني لو الجهاز بيبوت ممكن تبدا عن طريق يا جماعه بيبقى فيه اللي هو الريبير دايركت. عارفين ساعات الويندوز لما تيجي تحط اسطوانه ويبدا يقول لك عايز تعمل انستول ولا ريبير والكلام ده، برضه بيبقى موجود السلم ده في الريبير دايركتري على فكره، وممكن تاخد كوبي منه تمام، بس مش دي الطريقه اللي احنا هنستخدمها. احنا هنستخدم سيرد بارتي زي ممكن والجهاز وهو بيعمل ريستارت، يعني هو الجهاز بيعمل ريستارت ممكن تاخد الكلام ده متقوي منه الكلام ده يعني. طيب الويندوز 8 يعني ما بيقبلش يبوت معاه مع اي نظام. انا ما جبت سيره اي نظام تاني. طيب يا شباب، النون الكترونيك اتاك. النون الكترونيك اتاك قلنا اللي هو بيعتمد على الهندسه الاجتماعيه، خلاص. النون الكترونيك اتاك اللي هو في الهندسه الاجتماعيه تمام، اللي احنا اتكلمنا فيها خلاص ماشي، اللي هي بتعتمد على ايه يا شباب؟ على البيبول جود ناتشر تمام شباب. وعرفنا الحاجات بتاعت الهندسه الاجتماعيه كلها، لما حضرش جزء الهندسه الاجتماعيه يروح يسمع المحاضره تاني، محاضره كلها صرف في الهندسه الاجتماعيه بس ممكن تعرف كل كلمه فيها. وكان من ضمن الهندسه الاجتماعيه الشولدر سيرفنج، من ضمن الهندسه الاجتماعيه كان الشولدر سيرفنج اللي هو بيلوكينج اوفر سام وان شولدر، تلاقيه جاي من فوق كتفك كده وقاعد يبص عليك، بني ادم غتيد تمام، او بيبص عليك من المرايه كده، ساقع، انا بسميه ساقع، تلاقي انسان ساقع كده واقف جنبك كده عينه لازقه في الكيبورد تبقى عايز تديله في وشه تمام. فسيادتك تبقى تخلي بالك من الساقع ده تمام، ده بيبدا ايه، وحتى من الازاز ممكن تلاقي، ما انت لو انت لو انت في مكتب فيه بارتيشن بقى وازاز وحاجات من ديت، تلاقي واحد واقف لك كده وانت شغال تمام. فبيقول لك ممكن تستخدم، فبيقول لك ممكن تستخدم سبيشال سكرين بتخلي الرؤية يعني صعبة شوية، لو واحد بيجي يبص بزاوية ولا حاجة ممكن تستخدم سبيشال سكرين والكلام ده، او ممكن ما تبقاش تكتب الباسورد وهو واقف، او ممكن ترزعه على قفاه عادي يعني تمام، او تعمل امبلوي اويرنس، تعلم الموظف عندك يا عم ما تبقاش تكتب الباسورد قدام حد، يا عم ابقى خلي بالك ممكن حد يبص، كلام اللي هو الايه التوعيه بتاعت التوعيه الامنيه عشان تإليمينيت الاتاك. خلاص عرفنا الشولدر سيرفنج، تاني الناس ترجع للهندسه الاجتماعيه المحاضره بتاعتها وتشوفها. نيجي الدمبستر دايفنج اللي هو الهاكر لوك ثرو تراش فور انفورميشن سيرش باسورد او اي بيبر مكتوب فيها داتا عندك مهمة تمام، بيبص بيروح على بتاعة الزبالة ويبدأ يدور فيها عن تقارير او عن ورق انت كاتب فيه كلمات او عن اي داتا عنك او اي تي ام او اي حاجة خاصة بالبنك، اي داتا مهمة جدا. واكيد اي حد بيشتغل في اي مكان جنبه جردل زبالة كده وقاعد يرمي فيه كل حاجة وهو مش داري، والجردل ده بيجي الأخ بتاع النظافة دوت يجي يشيله بقى ويتعامل معاه، ده الدمبستر دايفنج خلاص. احنا كده خلصنا الباسورد كراكنج تكنيكس، خلصنا الباسورد كراكنج تكنيكس، بس هنتكلم بقى عن الكاونتر ميجر بتاعها بسرعه عشان نبدا نشوف حاجه عملي كده، عشان انا عارف ان انتوا زهقتم. ناخد الكاونتر ميجر وناخد جزء عملي كده في موضوع الهاشنج والكلام ده ونشوف الدنيا بتمشي ازاي تمام. الكاونتر ميجر ايه هي الاجراءات المتبعه عشان موضوع اعمل او اشوف موضوع الباسورد كراكنج ده، عامل بريكوشن او بيقولوا عليها احتياطات امنيه او اجراءات او ميتيجيشن تمام. شايفين انا شاطر في الانجليزي ازاي؟ ايه هي الحاجات دي بقى؟
the strong password possible should be implemented to protect against password cracking. بيقول لي ان السيستم should enforce 8 ل 12 كاركتر الفينومتريك باسورد. ماشي يا جماعه، انت تخلي السيستم عندك، النظام عندك في النتورك، ان هو انفورس الشخص يدخل كلمات مرور من 8 ل 12 حرف. تمام، يبقى انت بتخلي السيستم عندك بينفورس من 8 ل 12 كاركتر الفينومريتك باسورد. طبعا لو عملت كده الموظفين هيدوا لك بالشبشب. لو خليت الموظف يكتب كلمة فيها 8 ل 12 حرف، والله هيمسك في زمارة رقبتك. صراحة يعني، بس ده الصح يعني. يبقى اللي انت بتخلي النظام ان هو انفورس، مش اي حد، حتى لو هو انت بتديله. طبعا الناس اللي شغاله في الحاجات ديت، انت بتديله في الاول فيرست لوجن ان هو تشينج الباسورد، خلاص في اول لوجن. اول لوجن طبعا انت بتفورس النظام ان هو ما يكتبش 1 2 3 مش عارف اسمه، كلام الهبل اللي انت عارفه بتاع الامبلويز عندك. طبعا لان الموظف ممكن اصلا ما هوش اي تي يعني، هو راجل شغال اداري يعني، خلاص. فانت بتعمل انفورس للنظام ان الباسورد تكون كبيره. لا ده مش كده وبس، لينث تايم اوف ذا سيم باسورد شود بي يوزد. لينث تايم اوف ذا سيم باسورد شود بي يوزد يعني ايه؟ بعض ال عارفين يا جماعه اللي هي الريمبر باسورد، في البوليسي بتاعت الريمبر باسورد، حد عارف الريمبر باسورد؟ حد فيكم شبكات الاول؟ والله شكلكم ما انتوا شبكات ولا حاجه، واصلا حد عارف البوليسي بتاعت الريمبر باسورد؟ لا مش الاوتو كومبليت. اوتو كومبليت ايه؟ لا في البوليسي نفسها اللي انت تخلي يعني اليوزر كتب الشهر ده مثلا، كتب الشهر ده الباسورد 1 2 3، الشهر اللي بعده الشهر اللي بعد الباسورد هيستوري. ايوه الباسورد هيستوري، ايوه البوليسي بتاعتها تخليها ايه مثلا؟ اوكي انت بتخليه يعمل لها تشينج كل شهر. طيب كتبها مثلا 1 2 3، الشهر اللي بعده كتبها 4 5 6، الشهر اللي بعده كتبها 7 8 9، الشهر اللي بعده يجي يكتبها 1 2 و3، ما يكتبش حاجه من اللي كانت قبل كده. فاهمني؟ يعني الهيستوري باسورد يحفظها لحد 12 مثلا او 5 او كده، تمام؟ لان ممكن تتعرف اول مره ويرجع يكتبها تاني بعد رابع خمس مره، بيرجع ما هو بيغيرها كل شويه، بس ممكن يكتبها تاني من القديمه، والقديمه تكون اتعرفت بالنسبه له او لزمايله. فانت بتخلي السيستم ان هو ما يخليهوش يكتب اخر 10 مثلا باسورد قبل كده، او 3 او الكلام ده. انا شايفها هنا في الكتب 3. لا 3 سهله جدا، انا بخليها بصراحه 12 او 10، انا بخليها 12 يعني. تمام، ان هو ما يقدرش يكتب كلمه مرور 12، اي كلمه مرور من ال 12 اللي قبل كده. يعني لو كتب 12 كلمه مرور قبل كده طول السنه، ما يكتبش واحده من قبلهم من كتبها قبل كده. تمام يا جماعه، ده المقصود من الجمله شويه. طيب to protect against cracking the hashing algorithm for password stored in the server you must take care to physically isolate it and protect the server. طبعا احنا اتكلمنا حته عمليه اللي انا كراك الهاش الجوريثم بتاع الباسورد والكلام ده، ولا انا ادخل على السام واسحب كلمه المرور. ده اصلا هبل اللي انت اصلا تخلي حد يعمل كده، ده جريمه. فهو بيقول لك خلي بالك تيك كير من الفيزيكال ايزوليت اند بروتكت ذا سيرفر. ده ممكن يتم عند اليوزر بس مش عندك انت كادمن، يعني ان حد يدخل غرفه الداتا سنتر عندك ويبدا يطفي السيرفر ويبدا يسحب كلمات مرور، او قصدي السام والسام فايل والكلام ده عشان يعمل الهاشنج الجوريزم. ده مصيبه يعني، ده جريمه اصلا. فبيقول لك تيك كير من الكلام ده. طبعا ما احنا عندنا في السكيورتي حاجه اسمها الفيزيكال سكيورتي، ان هي السكيورتي بتاعت المبنى كله ككل، والسكيورتي بتاعت الروم عندك الداتا سنتر، تمام، وفي مونيتورنج كاميرات عندك والكلام ده، يعني نظام مونيتورنج والكلام ده. فاهمني؟ فاما على اليوزر ممكن يحصل الكلام ده، انت ممكن تدخل اي مكتب موظف وتقول له ان انت فني من قسم الاي تي، وتدخل بالفلاشه والدين دين وشكرا، سهل جدا. تمام، اما بالنسبه لغرفه السيرفر يعني صعب.
بيقول لي the server log should be monitored for brute force attack on user account. طبعا انت لازم تشوف السيرفر عندك لوجز يا جماعه، عشان لو في حد بيعمل brute force attack على الاكونتات عندك والكلام ده تبقى اخد بالك. قلنا عدد المحاولات الفاشله لدخول السيستم بتخليها مثلا 3 4 ولا حاجه، برضه عشان ان السيستم يلوك على طول لو حد بيعمل سنيفنج عليك ويبدا يجرب عمليه الاوثنتيكيشن والكلام ده، وبيعمل انترسبت للاوثنتيكيشن نفسه عشان يكبشر كلمه المرور، بتعمل الموضوع ده. تمام. طيب الناس بقى تركز، السيستم ادمنستريتور شايفين يا جماعه احنا قاعدين نتكلم في ايه؟ في الكاونتر ميجر، السيستم ادمنستريتور، السكيورتي بروفيشنال، ما بنتكلمش على الهاكر بقى، وبنتكلم على المجال المتخلف ده، لا بنتكلم على ايه؟ نتورك، عن راجل مجال نظيف، مجال السكيورتي، مجال النتورك. بيعمل ايه بقى عشان يبقى ضد الناس ديت؟ بيعمل ايه السيستم ادمنستريتور؟ السيستم ادمنستريتور كان امبلمنت ذا فولوينج سكيورتي بريكوشن تو ديكريز ذا افكتيفنس اوف بروت فورس باسورد كراكنج اتمت. هي الحاجات اللي بيعملها عشان يقلل ده، مش يمنع خالص يا جماعه، مش شوفوا، مش قايلين بلوك، ده بنقول ديكريز الافكتيفنس اوف بروت، ده مش هيقدر يمنعه، شايفين؟ مش هيقدر يمنعه، ده هو هيبدا يقلل الافكتيفنس بتاعه. ازاي؟ نيفر ليف ا ديفولت باسورد، بيقول لك نيفر ليف ديفولت باسورد، ما تسيبش اي حاجه على الديفولت باسورد. نيفر يوز باسورد ذات كان بي فاوند ان ا ديكشنري، ما تستخدمش كلمات مرور ممكن تكون شفتها في الديكشنري فايل اللي احنا بنتكلم فيه من شويه ده. نيفر يوز باسورد ريليتد تو هوست نيم، ما تستخدمش كلمات مرور باسم الهوست نيم، اي هوست نيم عندك، يعني اسم الدومين نيم عندك، الدومين نفسه، المجال. anything else that can be found with who is. who is يا جماعه فاكرين الهو از؟ فاكرين الهو از؟ هو از مين؟ الناس فاكره الهو از ولا؟ فبيقول لك ما تستخدمش اي حاجه لانه هو اصلا هيعمل عليك هو از، يعني هو الهاكر نفسه هيعمل عليك هو از. تمام؟ فالهو از ده هيطلع داتا، فبيقول لك ما تستخدمش اي حاجه منها، لان الداتا ده هتدخل داخل ديكشنري جنريتور وهيعمل ديكشنري فايل وهيعمل وورد ليست، وهيتم من خلالها عمليه ايه؟ التراي اند ايرور والكومبيرنج والكلام ده. تمام؟ فهيبدا يعمل كراكنج لكلمه المرور. طيب نيفر يوز باسورد ريليتد تو يور هوبيز بيتس ريلاتيف اور ديت اوف بيرث، ما تستخدمش كلمه مرور خاصه بالهوبيز بتاعتك، الهوايات والبيتس والاسماء حيوانات واقارب واولاد وتاريخ ميلاد واسم واسم، الكلام اللي هو العادي ده اللي ممكن يكون موجود عندك في السوشيال، في الفيسبوك او التويتر او الحاجات ماي سبيس واللينكد ان، الكلام الاجتماعي اللي اتكلمنا عليه قبل كده، يا ريت ما تستخدمش الكلمات ديت. تمام. ده احنا بنتكلم يا شباب في واقع، يعني ما بنتكلمش في حاجات حصلت ومع شركات كبيره اصلا، يعني مش ماشي. use a word that has more than 21 character from dictionary as password. طبعا صعب ان انا استخدم كلمه مرور 21 حرف. طيب بيتكلم برضو عن حته بسرعه كده، حته الباسورد تشينج انترفال، عمليه تغيير كلمه المرور. الناس تركز معايا في عمليه تغيير كلمه المرور نفسها في الكاونتر ميجر ده، اللي يهمني قوي في موضوع السكيورتي عندي ده موضوع الباسورد تشينج انترفال. لازم تعمل عمليه تغيير للايه؟ كلمه المرور كل فتره. الباسورد شود اكسباير افتر سيرتن، في بعض الناس في النتورك اللي عندهم الموظفين عاملينها الباسورد نيفر اكسباير، يعني الباسورد بتاعته ممكن يقعد يستخدمها سنه 10 سنين زي ما انت عايز، يكون عارفها طوب الارض. لا، يبقى الباسورد بتاعتك لازم يحصل لها اكسباير في وقت معين اند فورس تو تشينج زيم، ويطلع له مسج يقول له يا عم انت لقد قروت كلمه المرور على الانتهاء، لابد ان تغيرها خلال 14 يوم. تبدا بقى المسج يطلع له لحد ما يغيرها، زهق. طبعا دي بولس انت اللي بتعملها من الجروب بوليسي على الدومين. اف ذا باسورد انترفال از تو لو، لو فتره، شوفوا بقى، لو فتره الباسورد نفسها قليله جدا، يعني انت لو خليتها مثلا ايه 10 ايام، يوزر ويل فورجيت ذير كرنت باسورد، يعني لو خليته غيرها كل 10 ايام هيديلك بالشبشب.
لأنه كل شوية هينساها، لأنه كل شوية هينساها، تمام؟ ما أنت خليتها له كل 10 أيام، وبعد 7 أيام، وبعد 7 أيام هتطلع له رسالة التحذير: لقد قربت كلمة المرور على الإكسباير، لابد أن تغيرها، تمام؟ فأنت لازم تخليها، مش تخليها لو، تو لو. طيب لو أنا خليتها تو لونج، إيه اللي هيحصل؟ لو خليتها تو لونج هذا سيكيورتي كومبرومايز، يعني انت لو خليتها برضو فترة طويلة برضو هتتعرف، وممكن تبقى سبب كومبرومايز عندك للسيستم يعني، تمام؟ فانت لا تخليها تو لونج ولا تخليها تو لو، خلاص. فبيقول لك الريكومندد باسورد يا جماعة 30 يوم، 30 يوم. والبوليسي على ما اخر مره اشتغلت كونفيجريشن في البوليسي كانت اعتقد الرساله بتطلع التحذيريه من 14 يوم كده، اخر 14 يوم يقعد يديله المسج يعني، اي ثينك ذات. يبقى الريكومندد باسورد تشينج انترفال از افري 30 يوم، تمام. ان اديشن يو موست سكيورتي بروفيشنال ريكومندد ذات ان يوزر ارنت الاود تو يوز ذا لاست 3 باسورد. بيقول يعني ان الناس اللي شغالين سكيورتي بروفيشنال ان هو بيمنعه ان هو يستخدم ال3 كلمات مرور الاخيره اللي هي الهيستوري باسورد. انا ما اعتقدش 3 كفايه، انا اعتقد تزودها عن كده يعني، خليها 6 7 10 معاك لحد طول السنه يعني، لو بيغيرها مره في الشهر ما بيبداش يستخدم واحده طول السنه استخدمها قبل كده، هذا احسن يعني. السيستم ادمنستريتور كان اونلي اد سكيورتي فيتشر تو ديكريز ذا لايك هود ذات بوت فورس اتاك ويل بي يوسفول. مثلا ما بيبدا يقلل عمليه بالكلام ده، بيبدا يا عم يقلل عمليه اللي هو الافكتيف بتاع البروت فورس اتاك ده، تمام. عشان دي كل ده كاونتر ميجر عشان موضوع الباسورد كراكنج، خلاص. اخر حاجه ان هو بيمونيتور الايفنت فيور، عندك الادمنستريتور بيدخل على الايفنت فيور لوج، تمام، اللي هي في السيستم عنده، يبدا يبص على حاجه اسمها السكيورتي لوج، خلاص، لان بيبقى فيها الايفنت لوج فيور، بيبقى فيها ابلكيشن وبيبقى فيها السكيورتي لوج، بيبقى فيها حاجات تانية يا شباب. خلاص انت بتبص على السكيورتي لوج بس، ده اللي يخصك. ار اونلي از جود از سيستم ادمنستريتور هو مونيتور زيم، بتبدا تبص عليه عشان تبدا تشوف لو في سكسف انتروجن حصل عليك، لو في باسورد اتاك حصل عليك، تبدا تشوف من خلال اللوجز دي، تمام. خلاص دي الأداة يا جماعة اللي هي الأوف كراك ديت، عايزينها نعمل هنا لود، تمام، وهنعمل مثلا ايه لود للسام، يا إما انكريبتد سام أو لوكال سام أو ريموت سام، تمام. خلينا نشوف لوكال سام من على الجهاز نفسه، تمام، ونشوف هو جاب لي ايه. طبعا في نوع هنا يا جماعة اللي هو ال ام هاش وال ان تي ال ام هاش، اهوت ال ام هاش هو ديسيبل في الويندوز 7 وفيستا، تمام. انا ارجع لها تاني في السلايدز، ان هو ديسيبل في ال ام هاش وال ان تي هاش، تمام، في ال ام هاش في الويندوز 7 وفي الويندوز فيستا، تمام، او مش موجوده، تمام. طب في بعض البرامج تانية بتجيب الحاجات دي برضو كلها الاتنين مع بعض، هنشوف فين الهاش يا جماعه بتاع الباسورد اهي. الباسوردات الموجوده ادمنستريتور على الجهاز عندي، اه ده السام، رام السام، لان السام فين؟ اوريكم السام الاول، صحيح اهيت ويندوز سيستم 32، كونفيج السام، شايفين السام، تمام. هفتحها بالوورد باد، تمام. بيقول لي ايه، تعذر الوصول الى الملف لانه قيد الاستخدام، فقلنا ما ينفعش والسيستم اونلاين ان انا افتح الملف دوت، خلاص. بس انا بتعامل معاه ببرامج تانية اهيت، خلاص شايفين، وهو اونلاين عادي يعني. انت لو نزلت البرنامج ده على جهاز شغال، اي جهاز، واحد صاحبك في اي مكان، قعدت على الجهاز دقيقتين كده ونزلت الاداه ديت، شايف. والباسوردات اهيت، عندك اليوزر نيم اهيت، تاخدها وتبدا عندك الهاش اهي. طيب هعمل بالهاش دي ايه؟ ما انا مش عارف الباسورد، الهاش دي عباره عن ايه؟
عايزين نجيب الباسورد المقابلة لها، هنجيبها ازاي؟ تمام، هنجيبها ازاي؟ هنعمل سيف للكلام ده الاول، للملف ده، تمام. نقول له سيف تو فايل، ونقول له مثلا على الديسكتوب، ونقول له مثلا ايه باسورد، تمام. هو حافظه ايه؟ ما حافظوش تي اكس تي ولا ايه؟ طيب اوكي تمام، هذا الملف اهوت، نفتحه بالمفكرة. المفكرة قال باشا، شباب شايفين كده عندي ايه بقى اللي موجود هنا؟ خلينا اكبر لكم بس الفونت. يا ده الويندوز عربي، الويندوز عربي وانا مش فاهم حاجة في العربي. طيب خلينا نشوف هنا ايه، نكبر الفونت شوية. تمام، شايفين كده الكلمة الباسورد بتاعت الادمنستريتور اهيت، ال500 ده يا جماعة يوزر اي دي في الويندوز نفسه، او حتى في اللينكس الكلام ده بيبقى لكل يوزر فيه هنا اي دي اهوت 500، بعدين 1000 و1501. تمام، كل واحد ليه يوزر اي دي معين طبعا، يونيك ما بتكررش. الادمنستريتور في جزئين اهو يا جماعة، تمام، ده الجزء ايه اللي قلنا ال NT هاش، تمام. الجزء الثاني اهو ده بتاع احمد، ال N ايه T هاش، ده في يوزر اسمه كومب، ده الهاش بتاعه. طب انا هستفاد بالكلام ده ايه؟ خلاص كده انا كده عملت كراكنج للباسورد، انتهى الموضوع بالنسبه لي. يعني انا كده بس كده انتهى الموضوع بالنسبه لي. هستفاد من الكلام ده ازاي؟ خلينا نشوف. هناخد الباسورد اهي كوبي، هناخد الهاش ده كوبي، الهاش بتاع الباسورد كوبي اهوت، ونشوف الادمنستريتور باسورد، ونيجي على ال نشوف كده. في برامج بتفك لي الهاش ديت، هنقول ان اهوت جوجل، ونقول عليها ايه يا سيدي، هنقول ان اهوت ايه اونلاين، هاش كراك، تمام، اونلاين هاش كراك. نفتح موقع الاونلاين هاش كراك دوت، تمام. على الموقع ده يا جماعه انا هحط فيه الهاش بيقراهولي، هو عباره عن داتابيز اهو، بدور في الداتابيز، هو مجمع كتير باسوردات عنده وفي الداتابيز، وانا بحط الهاش دوت وبيديني الباسورد المقابله لها، فانا بكتب الباسورد بتاعتي وبحطها هنا، وهو بيبدا يدور عليه، ان لقاها والله كويس، ان ما لقاهاش بيدي لك مثلا ايه، ان هو بيقول لك كونتاكت هيم، يعني بتسيب الايميل والكلام ده، وهو بيدور لك عليها وبيبعتها لك على الايميل. خلينا نشوف كده، نعمل سيرش على الاونلاين كراك، بيقول لي الباسورد اهيت، شايفين بلان تكست، هو طبعا هو مش جايبها، هي مش طالعه مظبوطه، يعني هي الباسورد يا جماعه 1 2 3، تمام، هو مش جايبها مظبوطه، يعني هي الباسورد 1 2 3 مش الجزء ده كله، الباسورد 1 2 3. هوريها لكم من موقع تاني اسمه هاش كراكر اهوت، برضو الموقع ده كويس، احط فيه الهاش بتاعي، وابدأ هنا ايه 6 5 7 2، واقول له كراك. ايوه شايفينها يا شباب، بيقول الالجوريزم اللي استخدم ان تي ال ام، وهو 1 2 3، تمام، شايفين. فاذا دلوقتي عن طريق انا خدت بس الهاش قدرت اطلع كلمة المرور، تمام. ناخد هاش تاني كده عشان الناس بس تفهم، ناخد بتاع الكومب ده، اليوزر اللي اسمه كومب، وناخد كوبي، ونروح على انذر هاش، ونقول له سيرش تاني يا معلم. شايفين يا جماعه، بيقول لي ان ديت باسورد شيفت اي شيفت اس اس دبليو 0 ار دي لحد هنا،
في ارقام زياده كده ما اعرفش بيجيبها منين من الذين ده، تمام، اللي هي كلمه باسورد، تمام، الارقام الزياده دي مش عارف بيجيبها منين الصراحه. الالجوريثم المستخدم ان تي ال ام، مستخدم في الهاشنج ان تي ال ام. طيب خلينا نروح الموقع ده كده تاني وندخل الهاش الجديده ونقول له 554 اس ونقول له كراك. بيقول لي ايه؟ كليك ذا تكست كنترول في بيست. ايه انا شكلي كتبت البتاع غلط. 6636 ونقول له كراك. ادانا يا جماعه، هي شايفين كلمه باسورد، بيقول لي الهاش دوت المقابل بتاعته الباسورد دي. شايفين موضوع سهل جدا، يعني شايفين الهاك سهل ازاي. تمام، فاداني كلمه ايه؟ المرور. فعندي، خليني ارجع لكم اشوف انتوا بتعملوا ايه. شفتوا يا شباب؟ شفتوا الحتة ديت ولا ما شفتوهاش؟ تمام؟ فأنا قدرت أدخل على السام فايل عن طريق تول تاني. طيب، قدرت أدخل على السام فايل عن طريق تول، إداني اليوزرات اللي فيها زي ما أنتوا شفتوا كده، وإداني الهاش بتاع كل واحدة فيهم، وكمان بدأت اعمل ايه، اخد الهاش ده عن طريق مواقع عامله فيها داتابيز ومحتفظه بالكلام ده كله، وبتبدأ تطلع لي كلمه المرور المقابله لكل هاش زي ما انتم شفتوا في الموقعين، اللي هو ده اونلاين هاش والهاش كراكر، تمام، واداني كلمه المرور. فعلا دي كلمه المرور موجوده بالظبط هي على الجهاز. مفيش ينفع تاخد السام كوبي، قلنا ما السام كوبي ما تنفعش وانت اونلاين، لازم الجهاز يكون ايه، اوف لاين، تمام. خلينا هنشوف الحوار ده بس دلوقتي، تمام كده يا جماعه. طيب في حاجه تانية، برامج غير المواقع؟ في برامج بتجيب لي الكلام ده كله برضو على طول، اللي هو التول اللي هي اسمها كين اند ابل. كين اند ابل دي برضو تول خطيره، وبتبدا من خلالها يديني الهاش وهيبدأ يديني برضو الباسورد والكلام ده. خلينا نشوفها كده الكين اند ابل ديت. انا مش عارف انا اشوفها على الجهاز بتاعي اصلا شغالة ولا مش شغالة، اهيت يمكن تطلع شغالة، هو الجهاز اصلا بيموت. التول اللي اسمها كين اند ابل، تمام. هاجي اقول له هنا كراك، تمام، وبدا يا جماعه يديني اهو، شايفين اداني اليوزر نيم اللي على الجهاز عندي، ادمنستريتور اكسبيرت والجيست وجوجو، تمام. طبعا خلينا نشوف ده، عاطيني اهو شايفينها يا شباب، عاطيني ال ام هاش بتاع الحاجه والان تي هاش، ممكن استخدم ده واستخدم ده، تمام، اهو ممكن استخدم ده واستخدم ده، تمام. خلينا اروح اشوفها على الجهاز التاني. طيب خلينا نشوفها اهوت التول اللي هي كين اند ابل، ونبدا نشوف هنستخدمها ازاي. هنيجي على كراك، تمام يا شباب، هنا بيبدأ. انا عايز بس لحظة اشوف الحوار ده كله. هقول له هنا ايه يا جماعة؟ import hash from local system، تمام، import hash from ايه، from local system او من text file. خلي بالك، شوف انا ممكن اعملها ايه، من تكست فايل، يعني ممكن اروح اقول له امبورت هاش من تكست فايل كده، واروح هنا واقول له روح هنا اهوت على الديسكتوب، واروح هنا اهوت، والملف ملف الباسورد فين؟ انا عشان ما حفظتوش تكست. طيب خلينا نروح نحفظه تكست اهوت،
ونقول له سيف از، ونقول له سيف از تكست. تمام اهو انا حفظته بس تكست عشان هو البرنامج بيقرا التكست. تمام. واروح على كين اند ابل تاني، واروح اقول له كراك، واضغط على الزائد دهيت، واروح اقول له هات لي من تكست، او ممكن او يجيب على طول من لوكال سام، على طول من لوكال سيستم عندي يجيب الوزارات على طول. تمام اهوت، واقول له روح خد الملف التكست اللي هو باسورد اقراه اهوت. تمام، واقول له نيكست. شايفين راح جابهم لي اهو يا شباب. بيقول لي انت عندك الجهاز ده عليه ادمنستريتور واحمد و و خلاص، يبقى حته ملف تكست سحبته من الجهاز خلاص، اداني الدنيا كلها، جاب لي كل البيانات. فين الهاش اهو؟ لان تي هاش موجوده اهيت. تمام، برضو زي ما قلنا هنبدا ايه، ناخد اللحظه كده يا شباب، خلينا مش هينفع، ما خلينا نروح مع البروت فورس ونقول له ايوه اهو ده يا جماعه البروت فورس. شايفين البروت فورس هنا؟ ابدا احدد له بقى ان كانت هي كاركتر على نمبر، كاركتر على الفابيتك، على نمبر، على اسمه سيمبل. تمام، وتشوف النوع ايه، او انت بتعمل انت كاستم وتقول له ان هي تبقى ايه، تكتب اللي انت عايزه بقى، تبقى نظامها ايه. تمام، كاركتر بس، نمبر بس، تبقى انت تكتب ايه اللي انت عايزه. تمام، هنبدا مثلا نقول اللينس بتاعها قد ايه، الباسورد اللينس قد ايه، من واحد لكام. تمام، عشان ما يطولش معاك في السيرش وكده، وتقول له مثلا ستارت. شايفين يا شباب؟ عشان هي باسورد ضعيفه عمل ايه، البلان تكست قال لي ان هي 1 2 3، عملت عليها بروت فورس جابها لي بسرعه، عملت عليها ايه بروت فورس جابها ايه بسرعه اهي، 1 2 3. على حسب مش فاكر هي ايه بصراحه، كلمه المرور. فلما بيكون قدامه كلمه المرور سهله بيبقى ايه، بيبدا يعمل عمليه الاتاك بتاعه ديت بسرعه، ويبدا يطلع كلمه المرور بسرعه. تمام، او تستخدم زي ما انت زي ما قلنا حته اللي هي المواقع اللي هي اللي فيها الداتابيز زي الاونلاين هاش كراكر او الهاش كراكر والكلام ده، وتبدا تحط الهاش وتسيرش عليه، ما جاش هو بيبعت لك. ايوه جابها على طول يا شباب. حروف، شايفين لما كانت نمبر دي حروف اهي، اسمها A S D، كلمة المرور طلعها على طول اهي. تمام، قال لي الهاش المقابل للكلمة دي اهو، فعلا هي كده A S D Z X C. تمام، فطلعها برضو بعد وقت، مش زي 1 2 3، يعني لما كانت 1 2 3 غير لما كانت 6 ارقام، الوقت غير لما كانت حروف، فكل ما بتعمل فيها تعقيد بتطول اكتر. تمام، فدوت اللي هو ايه، البروت فورس اتاك او ديكشنري اتاك عن طريق التولز اللي اسمها اوف كراك اور كين اند ابل. تمام، تبدا تطلع موضوع السام وتسحب الداتا والهاش بتاعها وتبدا ايه تفكها، وده سهل جدا. تنمت ولا ايه؟ ايه يا شباب، نمت ولا ايه؟ ولا انا قاعد اكلم نفسي؟ طيب. يبقى دلوقتي شفنا الهاش، وخدنا ازاي نفك الهاش عن طريق مواقع او تول زي الكين اند ابل والكلام ده، ويبدا يعمل عليها بروت فورس اتاك او ديكشنري اتاك. تمام، وعلى حسب شفنا الباسورد، لما كانت 1 2 3 طلعت على طول، ما كانت اي اس دي اكس مش عارف طلعت اما جيت استخدم الكومبليكس اللي هي الباسورد اداني وقت كتير. طبعا انا جرب انت في البيت عندك وشوف كل حاجه، جرب يوزرز نيم وابدا اكتب نمبر وحروف وهكذا، اعمل توليفه من الكلام اللي كتبناه، وابدا جرب انت وشوف كل وقت بياخد قد ايه، وابدا جرب في الحاجات ديت، و عشان تتعود اللي انت تكسر كلمات المرور وتعمل هاكينج يا عم. فدي الفكره بتاعت ايه، عمليه باسورد كراكنج. تمام، في عندنا يا جماعه برضو بعض التولز اللي هي مثلا انت ممكن تبقى عند جهاز حد او في ثانيه بتحط بتثبت تولز معينه، زي
مثلا تجيب الاكونت بتاع الفيسبوك مثلا، تمام؟ يعني مثلا زي كده، زي كده مثلا، في تولز بقى زي كده، زي مثلا ايه يا شباب، انا مشغل مثلا ايه اهوت، خلينا نشوف الفيسبوكس مثلا اهوت، تمام؟ وهعمل لوجن مثلا اهوت وليد دوت اكسبيرت، تمام كده. ونقول مثلا ايه كلمة المرور مثلا كده، تمام، واقول له ايه تسجيل دخول. تمام، مثلا لو انا عندي تولز هنا يبدأ يقول لي ايه زي كده، حاجة اسمها فيس بوك باسورد ريكفري. ماشي يا شباب، خلاص ببدأ اقول له ايه ستارت ريكفري. انت لو شغلتها عند اي جهاز حد مثلا في اي مكان، شغلتها بسرعة وهو شغال فيسبوك، هتجيب الاكونت بتاعه وهتجيب الحوار كله. شايفين يا جماعة؟ يخرب بيته، راح جابها من الفيسبوك، من الفايرفوكس، اهي انا كاتبها له اي كلام، راح جابها. تمام، وليد دوت اكسبيرت 2013 والباسورد اهي. تمام، لو قلت له شو باسورد هنا، قلت له شو باسورد، هيظهر لي الباسورد، بس انا طبعا مش هعمل شو الباسورد بتاعتي. تمام، خلاص يا جماعه، فهو توت بيجيب ريكفري للباسورد، لو قلت له شو الوقت هيجيبها هنا على طول. خلاص، بيبدا يروح يجيب، لو انا حتى عملت لوجن هنا مثلا، عملت لوجن بالبتاع ده، انا المهم انا مش عايز اظهر الباسورد بتاعتي، يعني هي الفكره كده. يعني انت الباسورد ريكفري ديت بتجيب لك البتاع اللي هو ايه الباسورد اللي انت حاططها على الجهاز والكلام ده، في ثانيه بتطلعها لك. لو حطيتها شغلتها على اي جهاز كده، واحد زميلك ولا في الشغل ولا في اي مكان، في ثانيه يطلع لك اليوزر نيم والباسورد. شكرا، انت عايز اكتر من كده؟ تمام، برضو نفس القصه يا جماعه، التويتر نفس الحوار. لو انت عندك تويتر برضه نفس القصة، وتقول له ستارت ريكفري، يبدأ يجيب لك ايه البتاع ده، التويتر ده. تمام، إيه خلينا نشوفها على ال تمام، بتبدأ تعمل تسجيل دخول على التويتر مثلا بتاعك مثلا، نفس الحوار، تبدأ تقول له ايه ستارت ريكفري. تمام، اهي راح جابها من الكروم اهي، وليد اكسبيرت، وبدأ يقول لي ايه شو الباسورد ده. تمام، انا طبعا كتبت حاجة بسرعة كده بس، وقلت له ايه تذكر وبتاع، فراح جاب اللي هي سي اف مش عارف ايه دي. تمام، فبرضه نفس القصة، عندك تشغل التول على الجهاز بيجيب لك الاكونت بتاع الاخ، سهل جدا يعني، الحاجه في مين تيجي. تمام، عندك برضو الياهو باسورد، برضو لو في ياهو والكلام ده وواحد لوجن بالياهو، تبدا تجيب ايه نفس الحوار، وتبدا تدخل ايه تجيب الباسورد والكلام ده. تمام، في برضو بعض التول برضو يا جماعه خاصه بالمتصفحات والكلام ده، الاكسبلورر والبتاع ده، الفايرفوكس مثلا، حاجه زي كده. اصلا الفايرفوكس فيه اوبشن يعني مثلا زي كده، خلينا نشوفها من الجهاز نفس اللي عنده الفايرفوكس، عندي خربان. طيب خلينا نشوف من هنا كده، لو احنا ما ادري احنا عملنا لوجن ولا لا، خيارات بين خيارات، ممكن تيجي كده بسرعة على السكيورتي، كلمات السر المحفوظة، ايوه شايفين يا جماعه في الحته ديت،
طبعا هو بالعربي يعني، انا برضه انا عايز اجيبها لكم بالانجلش. كلمات السر المحفوظه اللي هي الايه، الباسورد ريمبرد، تظهرها تقول له تظهر، وتقول له هنا اظهر كلمات المرور. برضه لو في حد انت مثلا على الجهاز، تقعد على جهاز واحد زميلك او جهاز حد في الشغل او الجهاز اللي انت عايز تهاك، نفس القصه، ابدا افتح المصفح قول له اظهر كلمه السر والكلام ده، يبدا يظهرها لك كلها. تمام، اي لوجن تم من خلال الفايرفوكس تبدا تجين اكسس عليه او تبدا تعرفه. عند الفايرفوكس شكله خربان اصلا ولا ما مش عارف ايه. ماشي، انا ما شفتش كتابة حد فيكم، انا ببقى قالب. تمام، اوبشن اهيت، اشوف البتاع عامل ازاي، النيله ده الفايرفوكس اوبشن سكيورتي اهي، ريمبر باسورد نفس الحوار اهيت، سيف باسورد وتقول له ايه، شو الباسورد، ويبدا يجيب لك اي حاجه ايه انت كنت مشغلها على البتاع ده. طيب دي كده ايه، شوية حاجات على السريع. عايزين نرجع تاني للجزئية بتاعتنا ديت عشان نشوف احنا كنا وقفنا لحد فين. اتكلمنا طبعا خلاص في الحاجات ديت، الشرائح ديت نفس الكلام اللي فات اتكلمنا عليه، اللي هو السنيفنج بتاع الباسورد والله اتاك، تمام، والمان ان ذا ميدل والريبلاي باك اهوت، تمام، المان ان ذا ميدل الموجود في النص اهوت يا شباب، ويبدأ ايه يعمل سنيف ويكابشر لكلمة المرور وهي رايحة ايه للسيرفر. تمام، عملية الباسورد جيسنج، او واحد قاعد اهوت وقاعد بقى بالورد ليست بتاعته وقاعد شغال عن طريق بروجرام وقاعد يعمل اتاك على السيرفر، تمام، وفاضي ما وراهوش حاجة. تمام، وبرضه قلنا ان ايه، في جزء خاص بالاكتيف اونلاين اتاك عن طريق تروجن وسباي وير وكي لوجر. احنا هنشوف الكي لوجر ده برضو دلوقتي، بنشوف ازاي بيتم ده جزء في النهارده. في يا جماعه حاجه اسمها الرينباو اتاك والبري كومبيوتد هاش. تمام، الرينباو اتاك دوت او البري كومبيوتد هاش، انا مجهز له اصلا الهاش قبل كده. انتوا عارفين الباسورد، البروسيسور والكاش عامل زي كده، البروسيسور والكاش لما بيجي ايه، البروسيسور بيروح يقرا من الرام، تمام صح كده، لما بيروح يقرا من الرام بياخد وقت اطول لما بيروح يقرا المعلومه من الكاش. خلاص، هي فايده الكاش ايه، ان هو بيروح ياخد المعلومه يحطها يجهزها للبروسيسور، فبيروح يلاقيها على طول في الكاش، فبالتالي ايه بيكون البرفورنس بتاعه اعلى. عشان كده كل ما بيكون الكاش بتاعت الجهاز احسن، الكاش نفسها مش الرامة، الكاش نفسها اعلى، بيكون ايه البروسيسور بيرفورمانس احسن، لانه هو بياخد المعلومه على الجهاز. نفس الحوار كده البري كومبيوتد كاش هاش، سوري، بري كومبيوتد هاش، انا بقى مجهز له ايه الحاجه والهاش بتاعتها، الحاجه والهاش، مش لسه بيدور عليها، لا ده انا مجهزها له اصلا، هي بري كومبيوتد موجوده، فبالتالي ايه بيقعد بقى يشوف دي والهاش بتاعها، فبدا يجيبها بسرعه. شايفينها يا جماعه، بري كومبيوتد هاش يعني الكلمه والهاش بتاعها موجوده بيفور يعني، فبالتالي بيكون طبعا اسرع، اللي هو الرين باو اتاك ده. تمام، في بيتم طبعا من خلال الرين باو تيبل، ماشي يا جماعه، اللي هي فيها البري كومبيوتد هاش، وده اللي اتكلمنا عليه النون الكترونيك اتاك اهوت، اللي هو الدامبستر ودايفنج وشولدر سيرفنج والسوشيال انجينير. تمام، نيجي بقى على الديفولت باسورد. الديفولت باسورد الناس اللي هي بتعمل اخطاء في موضوع الديفولت باسورد بنجيبها منين؟ عشان انت تتاك على الناس اللي بتسيب الراوتر على الديفولت باسورد، او السويتش، او المودم، او البروباند، او كل الديفايسز اللي هي في النتورك اللي بتبقى على الديفولت، بنجيبها منين؟ بنجيبها من برضو مواقع موجود فيها الديفولت باسورد، هنشوفها دلوقتي. خلينا نشوف هنا اهوت على طول، نيجي هنا ونقول ايه،
جوجل ونقول ديفولت باسورد. تمام، في مواقع كتيريات بتطلع لي الديفولت باسورد عشان اللي عايز يهاك من خلال ديفولت باسورد. تمام زي كده. ده يا جماعة بتاعت المنتجات كلها، البرودكت اهيت، الموديل زي السيريو كوم مثلا، الفيندور، الموديل، الفيرجن بتاعه. تمام، اليوزر نيم اهي، وده الباسورد بتاعت الناس اللي بتسيب الحاجة على الديفولت. في ناس كتير طبعا بتسيب الشغل بتاع الديفولت كله، يعني بيكسل يغيرها او بينسى او الكلام ده كله. عندك منتجات السيري كوم اهيت، الالكاتل، كل حاجة تمام بالديفولت باليوزر نيم. حتى انت ممكن تستخدمها انت في شغلك لو انت في جهاز عندك على الديفولت ومش عارف تستخدم الباسورد بتاعته. اي جهاز عندك الموديل بتاعه، اليوزر نيم والباسورد بتاعته كده. تمام، كل حاجة موجودة عندك. تمام، الراوترات والبتاع ده، السويتشات، كله جايب لك كل التولز. نيجي هنا نفس الحوار برضه، هو مقسمها لك شوية، برضه مقسمها لك كشركات، مش جايبها لك مفتوحة. خلاص بتشوف الشركة اللي انت عايزها ايه. تمام، اهيت، وتبدأ ايه يديلك اليوزر نيم والباسورد. زي مثلا سيسكو اهيت. تمام، نيجي على سيسكو. سيسكو اي دي اس مثلا، انتروجن اهوت سيستم، اليوزر بتاعته روت، الباسورد اتاك. هو كده، هو نظامه كده. مش يا جماعة روت والباسورد اتاك، والليفل جي بتاعته ادمنستريتور، نفس النظام. فانت بتستخدم الكلام ده اهو، اي حاجة عندك في سيسكو عطلك اليوزر نيم بتاعها والباسورد. ممكن يبقى ايه، تعمل اتاك من خلال اليوزر الديفولت باسورد. تمام، طيب ده المانوال باسورد كراكنج، التولز، الخطوات اللي قلنا عليها بس كانت مكتوبة، هي المرة دي بس في سلايد. تمام، بيتكلم يا جماعة هنا على النظام الاثنتيكيشن في مايكروسوفت نفسه، اللي هو موضوع بيتكلم على السام داتابيز اللي اتكلمنا فيها، بيتكلم على موضوع الاثنتيكيشن اللي هو ان ال ام ان ان تي ال ام وال ام، النوعين اللي شفناهم اللي بيبقى مكتوب جنبهم اليوزر اي دي وجنبهم ال ام هاش. والنوع الثاني على فكرة ممكن تستخدم ده او ده عشان الناس ما تلخبطش، ممكن تفك الهاشنج بالال ام وبالان تي ال ام. وقلنا في الويندوز 7 والويندوز زفتة دوت بي 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 ديسيبل ال بي ديسيبل البتاع ده، ال ال ام بيبقى بلانك، ال ال ام هاش بيبقى بلانك. خلاص يا جماعه، طبعا اللي هو النوع الجديد اللي هو الابجريدد لل ان تي ال ام، في ان تي ام فيجن 2، وفي اللي هو ايه الكيربروس. ماشي يا جماعه، الكيربروس اللي هو ايه بعد ال ان تي ال ام، برضه نوع من انواع كيربروس اوثنتيكيشن. تمام، الفيستا يا عم، الويندوز فيستا ده. ماشي يا شباب، فعشان تبقى انت عارف برضو نظام الاوثنتيكيشن، قلنا ال ام هاش وان تي ال ام اوثنتيكيشن، وفي اللي هو الكيربوس اللي هو الابجريد بتاع الحاجات دي. طيب واتكلمنا اهوت برضو عشان الناس برضو اللي نسيت ونامت، الهاو الهاش باسورد ستورد، قلنا بتستخدم موجوده في السام. في السام فين؟ في الويندوز، في السيستم 32، في الكونفيج، في السام. عرفنا الباس بتاعها، نروح نشوفها. تمام، قلنا محدش يقدر ياخدها وهي اونلاين. تمام، والسيستم شغال. عندنا يوزر اهوت، مثال يوزر اسمه سميث، الاي دي بتاعه 1008، ال ال ام هاش بتاعه اهوت، وفي نقطتين، وفي ال ان تي ال ام هاش. ممكن افك الهاش بده وافك الهاش بده عن طريق مواقع الاونلاين كراكر، وعن طريق مواقع الكراكر هاش، او عن طريق كين اند ابل. تمام يا جماعه، كل ديت عن طريق كين اند ابل، اعمل بروت فورس اتاك او ديكشنري اتاك، او ابدا احدد او اعمل الكاستم او اعمل الهايبريد، اعمل الكلام ده كله وابدا اطلع الكراك باسورد بتاعتي. تمام، عشان ابدا اظبط الامور. واعطيني الطريقه بتاعت اللان هاش مانجر شغاله ازاي، اللي هي قلنا بيبقى 14 رقم، وبيقولنا ايه بيتعمل لكابيتال، وبعد كده بيحط في الاخر بلانك، وبعد كده بيقسمه حتتين، وبعد كده يعمل كونكاتينيشن بتوين الاثنين، وبيطلع لنا الهاش في الاخر اللي احنا كنا بنشوفه ده، عشان برضو تبقى انت فاهم جه منين. بص يا جماعه، عن طريق اليات تشفير اللي هي الدي اس او الام دي 4 او الام دي 5، حسب
حسب الميثود اللي هي مستخدمة. طيب اهيت يا جماعة عشان نشوف برضو العملية بتتم ازاي للناس اللي كانت بتقول هيكساديسمال، شايفين كده بيقول لي هنا ايه؟ اعطيني مثال يا جماعة. سي اتش مان 1، سي اتش مان لو الباسورد مثلا اسمها سي اتش مان 1 مثلا، سي اتش مان 1 بيقسمها لحتتين، سي اتش مان مثلا بلس 1 وبقيتها فاضية مثلا، تمام؟ لازم ياخد منها جزئين، يعني خلي بالكم ان هي اقل من 7، ولا هي 7 اصلا اهي؟ ده هي 7، لازم ياخد رقم على الاقل، يعني لازم ياخد رقم في الناحية التانية عشان يبقى فيه هاشنج. خلى دي 6 وخد الواحد، وعلى اليسار بتاعه اسمه على اليسار يعني ايه فاضي. شوف كده يا شباب بلانك، وبعد كده اهوت هنا بيبقى فيه كي، وبعد كده فيه هنا كونستانت بتعمل هاشنج، شايفين يا شباب اهو. مثلا لو استخدم آلية اسمها دي اي اس، هنا دي اي اس على الجزء ده، ودي اس على الجزء ده، بيحصل ايه؟ كونتينيشن، وبيديني ال ام هاش، تمام؟ طيب ال اعطيني برضو كومباريزون يا شباب اهيت عشان الناس اللي حابه الكلام ده. اعطيني الفرق بين ال ال ام وال ان تي ال ام فيرجن 1 والنوع الجديد منها ان تي ال ام فيرجن 2. الكلام ده مهم جدا ولذيذ. الناس اللي عايزه اهيت شايفين كده الباسورد كيس سنسيتيف، ال ال ام هاش اللي هو القديم اللي احنا قلنا ديسيبل او فاضي في الويندوز 7 وفيستا اهو، مفيش. الكيس سنسيتيف بيبقى ال ان تي فيرجن 1 و2 في كيس سنسيتيف او باسورد كيس سنسيتيف. الهاش كي لينث، الهاش كي لينث نفسه طوله بيبقى الجزئين يا جماعه اللي احنا قلنا عليهم، بيقسموا جزء 65 بت هنا 65 بت هنا، مفيش هنا مفيش. الباسورد هاش الجوريثم، شايفين اهو الهاش الجوريثم هو اللي انتوا بتقولوا عليه اللي انتوا سالتوا عليه. الهاش الجوريثم المستخدم ايه؟ دي اي اس في ال ال ام. في ال ال تي ال ام بيستخدم ام دي 4، في ال ان تي ام فيرجن 2 بيستخدم ام دي 5، وده اقواهم طبعا اللي هو ال ان تي ال ام فيرجن 2. الهاش فاليو لينز هنا 64 64، هنا بيستخدم 128 بت، وهنا 128 بت، تمام؟ نفس الحوار كله يا شباب اهوت، هنا كله بيعتمد على 128 بت اللي هو ايه ده الجزء الادفانسد من الـ او الابجريد بتاع ال ان تي في ال ان تي في ال ام فيرجن 1 ال ان تي ال ام فيرجن 2. طبعا دلوقتي مايكروسوفت ابجريد الكلام ده كله اللي هو الايه الكيربرس اوثنتيكيشن، تمام؟ بات ستيل يوزد طبعا ال ان تي ام ستيل يوزد. خلاص يا شباب دي الأداة اللي احنا شفناها، احنا اعتقد شفنا الأداة اللي هي احنا شفنا الاوف كراك، دي الأداة اللي هي الاوف كراك ديت، وبرده دي أداة تانية اسمها اللوفت كراك برده ممكن تستخدمها، تمام؟ وتشتغل عليها مفيش أي مشكلة، هي نفس في تول كتير يعني. ودي الكين اند ابل اللي احنا قلنا عليها عشان تبقوا عارفين برضو ايه كل اللي استخدمناها، الكيل اند ابل. طيب ده برضو بيتكلم على حتة الهاش، بيقول لي هنا في الحتة دي بيقول لي هاو تو ديسيبل ال ام هاش، ازاي اعمل له ديسيبل. طيب اعمل ديسيبل للهاش ازاي؟ هو بيقول لي هنا اللي انا عن طريق الجروب بوليسي، ادور على بوليسي اسمها اهيت دونت ستور ال ام مانجر هاش فاليو ان ذا نيكست باسورد تشينج ازاي لوكال بوس، ابدا ادور على البوليسي ديت وافعلها اللي هي دونت ستور لانجر لان مانجر هاش فاليو ان ذا نيكست تشينج باسورد، ماشي؟ اعمل ريفريش يا عم، روح اعمل ريفريش ولا روح نام يلا، ماشي يا شباب؟ يبقى الميثود واحد والميثود اتنين. الميثود واحد بيقول لي ان انا اروح افعل البوليسي، انتوا معايا ولا نمت ولا ايه؟ انتوا معايا؟ طيب ماشي. طيب اللي عايز ينام يا جماعة يقوم ينام. اللي عايز ينام يقوم ينام، واللي عايز يقعد يقعد. عايزين بريك؟ عايزين بريك ولا قاعدين ولا ايه؟ ولا عايزين تقوموا تناموا؟
قاعدين ولا ايه؟ كفايه حرام، احنا خدنا حاجه يا عم. بريك ولا مش بريك؟ خلينا نخلص. طيب خلاص هنكمل. طيب خلينا نكمل. طيب ال ميثود 1 قلنا يا جماعة، عشان انا بقى مش عايز افعل الهاش مانجر ده، احنا قلنا هنعمل ديسيبل للجزئية بتاعت السكيورتي. في السكيورتي اوبشن اعمل ديسيبل للديسيبل، يعني افعلها، يعني دونت ستور ان مانجر هاش فاليو ان ذا نيكست باسورد تشينج، خلاص ان هو ما يفعلش الهاش ديت او اعمل لها ديسيبل خلاص، فمبقاش هاش لان الهاش موجوده برضو فيها مشكله. تاني حاجه امبلمنت النو ال ام هاش بوليسي باي ايديتنج ريجستري، ممكن برضو تدخل في الريجستري على الباص اللي قدامك دوت وتبدا تعمل اد كي وتسميه ان ال نو هاش او ال نو ال ام هاش، ماشي. ثالث حاجه يوز الباسورد ذات ات ليست 15 كاركتر لونج، الاخ اللي كان كاتب الكلمه دي من شويه، يوز باسورد ات ليست 15 كاركتر لونج. ال ام هاش يا جماعه نوت جينيريت وين ذا باسورد لينث اكسيد 15، دي بقى الخدعه، دي الخدعه بقى. ال ام هاش از نوت جينيريتد وين ذا باسورد لينث اكسيد 15 كاركتر. انا كنت قاعد اقول لكم في الاول 14 كاركتر، وتذكروا يا جماعه 14 كاركتر. يبقى عشان اديسيبل اللي ام هاش يا اما اروح في البوليسي اختار البوليسي اللي هي دونت ستور لان مانجر هاش فاليو النكست باسورد تشينج، او اروح على الريجستري واد كي في على الباص اللي قدامكم دوت، او اكتب باسورد يا جماعه اكتر من 15 كاركتر لونج، فبالتالي ما بتتكريتش. احنا قلنا ايه هو الميكانيزم بتاع، عشان كده احنا شرحنا في الاول الميكانيزم بتاعته، ان هو ايه بيبقى بياخد ايه 7 و7 او 7 ويبدا ياخد الجزء الاخير ويكمل بلانك او بلانكات على طول، ويبدا ايه، شفنا الميكانيزم بتاعته بتتم ازاي. فبيقول لك انت استخدم 15 كاركتر لونج عشان ايه تديسيبل الكلام ده. طيب اقصى حد 14. انت بقى استخدم 15. طيب في بوينت يا شباب هي نتكلم عليها، اللي هي بتاعت هاو تو ديفند اجنست الباسورد كراكنج، هنقولهم برضو بسرعه اللي هم كنا قلناهم في الشرح. ميك باسورد هارد تو جيس باي يوزنج من 8 ل 12 كاركتر، الباسورد بتاعتي يبقى من 8 ل 12، قلنا ابر كيس لور كيس ليتر نمبر سيمبلز الكلام ده. Don't use same password during password change، حتة بتاعة الهيستوري ان هو ما يدلوش فرصة ان هو يسجل اكتر من باسورد متكررة قبل كده. الباسورد تشينج بوليسي تبقى 30 يوم، يبقى ما تبقاش لا تو لو ولا تو لونج، تبقى 30 يوم ده ماكسيمم. بنعمل المونيتور السيرفر لوج يا جماعة، بندخل على طول على الايفنت فيور ونبدأ نشوف السكيورتي لوج، ونبدا نشوف ان كان في حصل بروت فورس اتاك على اليوزر اكونتس ولا لا. انا كراجل ادمنستريتور عشان ابقى عارف، مش هستنى اما يحصل اتاك، لو حصل طبعا بيبان عندي في اللوج ان في عندي انتروجن او في بروت فورس اتاك بيتم عندك. افويد سترونج باسورد ان ان سكيور لوكيشن، ما تحطش الباسوردات بتاعتك في مكان ان سكيور. دونت يوز باسورد ذات كان بي فاوند ان ا ديكشنري، ما تستخدمش باسوردات من الديكشنري اللي موجوده في الديكشنري. نيفر يوز ا باسورد ساتش ديت بيرث اور شيلدرن بيت نيم او الكلام ده، ما تستخدمش اسماء تواريخ ميلاده الكلام ده. في حاجه كمان اخيره، انيبل سيس كي يوز سترونج باسورد تو انكريبت اند بروتكت ذا سيم داتا بيز. الحته الاخيره دي مهمه يا شباب، انيبل السيس كي، اعمل انيبل للسيس كي ويز سترونج باسورد، يعني خلي الويندوز كمان يسكيور السام، يحمي السام بتاعتي، يحمي السام داتابيز. ازاي؟ في عندي نواه حاجه اسمها السيس كي،
كانت في الويندوزات القديمة يا شباب زي الان تي 4 والكلام ده، كانت مش انيبل، كانت ديسيبل باي ديفولت. اما دلوقتي لو دخلنا على الويندوزات الجديدة دي كلها هنلاقيها يا شباب ديسيبل باي ديفولت. هنروح انا وقت نكتب ايه، سيس، هنكتب سيس كي، تمام. ده شوفوا يا جماعة اسمها سام لوك تول، الببلشر مايكروسوفت ويندوز. حتى مايكروسوفت نفسها بتحمي السام نفسها، السام داتابيز، عن طريق ان انا اعمل ديسيبل للسيس لوج ده، تمام. اهو شايفين الديفولت بتاعها ايه، اصلا هي انيبل، انكريبشن انيبل في الويندوزات الجديده، الانكريبشن ايه انيبل. لو في ويندوزات قديمه زي الان تي 4 وفيما تحت هتلاقي ان هي ايه ديسيبل، خلاص. يبقى انا عارف الحوار ده، السيس كي اعمل لها انيبل، تمام. هه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 ه